طيب تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسله اخبارنا اللي احنا جاهزين لحضراتكم بيها في حلقتنا النهارده، وهنبتدي معاكم بخبر متعلق بحدث مهم جدا حصل امبارح، وطبعا احنا كنا نوهنا عنه قبل كده مع كل حضراتكم، وهو تسلم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جائزه نادي القرن في افريقيا والنادي الاكثر تتويجا في منطقه الشرق الاوسط من مؤسسه جلوب سوكر في الاحتفال الكبير اللي اقيم في دبي، طبعا بحضور قيادات مجلس دبي للرياضه وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، بالاضافه لنجوم كره القدم العالمية، وطبعا كان في مقدمتهم كريستيانو رونالدو. خلال تسلمه للجائزة وجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى مجلس دبي وأيضا إلى مبادرة الشيخ محمد بن راشد واهتمامه بالكرة في المنطقة العربية كله، وأكد أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في هذا الحفل كممثل للكرة الإفريقية والعربية يعد شرف كبير. هو حقيقي شرف كبير جدا، وفكرة هنا ان احنا الحمد لله بننتمي لنادي، والنادي اللي احنا بنشجعه بننتمي ليه، وزي ما قلنا هذا الكيان هو مفيش تقريبا الا في مناسبة بنتشرف فيها بقالنا انا وكريم، كريم انا وانت بقالنا اول ما ابتدينا تقريبا يعني هو على ومن قبل ما نبتدي احنا الحمد لله رب العالمين بننتمي لكيان ناجح، الكيان الناجح هو ده اللي بيحقق البطولات، هو ده اللي بيجيب لك الشرف، هو ده اللي بيجيب لك السعادة، هو ده اللي كان بينيمنا مبسوطين لما كنا بنفوز في الماتشات، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. وكمان عايز اقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب قال ان النادي الاهلي بيحاول دايما ان هو يكون سفير للكره العربيه والافريقيه ده في كل المحافل الدوليه، وكمان القيام بانجازات بتضاهي الكره العالميه، واكد رئيس النادي ايضا ان التتويج ده بالجائزه تكريم بيزيد من مسؤوليه النادي الاهلي لبذل المزيد من الجهد من كافه المنتسبين في النادي لتقديم الافضل على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وكمان تمثيل الكرة الأفريقية والعربية بالشكل الأمثل. قال كمان مؤسسة جلوب سوكر زي ما احنا عارفين طبعا كانت طرحت استفتاء منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، على أن يكون طبعا قرار اختيار الأفضل ده بنسبة 60% راجع للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة، و40% راجع للقرار ده لرأي الجمهور. حسم طبعا رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. مين اللي بيقول احنا؟ لا مش احنا اللي بنقول، الواقع هو اللي بيقول، فمبروك علينا حقيقي جميعا. الاحتفالية الحقيقة كانت شيك جدا وكانت مبهجة جدا، وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعني وجه من خلالها الشكر الى كل القائمين على احتفاليه جلوب سوكر، وعبر عن اعتزاز النادي الاهلي بالتواجد في هذه المناسبه اللي بتقيمها المؤسسه. كمان وضح كابتن محمود الخطيب ان الفتره الاخيره كانت مميزه جدا للنادي الاهلي بعد حصوله على اكثر من بطوله، خصوصا طبعا دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه في تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادي الساعي دائما نحو المنافسه للفوز بكل البطولات. كمان وجه الشكر الى منظومه العمل داخل النادي الاهلي بالكامل، واكد ان الاخلاص في العمل والاجتهاد كان هم اللي وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية. كان في كذا تصريح برضو الكابتن الخطيب، يعني مثلا كان التصريح اتكلم فيه عن حاجات كتير خاصة بالنادي الأهلي، فكرة هنا ان الفترة الماضية شهدت تحديات عديدة زي ما كلنا كنا اكيد بنتابع، فكرة تغيير الجهاز الفني في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا، وهي اللي كانت فترة صعبة على الكل يعني على العالم كله حقيقي. وقال ان السويسري هنا لما ذكر كمان ريني فايلر تحديدا، قال ان السويسري ريني فايلر المدير الفني السابق لفريق الكرة عمل بشكل جيد، لكن ظروف فيروس كورونا وحاجته الى التواجد بجانب عائلته جعلت استمراره صعب، وكان الاهلي جاهز بالبديل المناسب وهو باتسو موسيماني اللي بيمتلك خبرات كبيره في قاره افريقيا ولديه جهاز فني مستقر، وكانت خطوه موفقه تكللت بالفوز باكثر من بطوله. اضاف كمان كابتن محمود الخطيب قال ان مجلس اداره النادي بيعمل باحترافيه شديده من اجل تحقيق طموحات الجماهير، خاصه ان التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا جاء على حساب منافس كبير وهو نادي الزمالك. وقال كمان ان مباراة نهائي افريقيا بين الاهلي والزمالك جاءت بشكل بيليق بمكانة الناديين في القارة، ونجح الاهلي في التتويج بها. كمان كابتن محمود الخطيب اتكلم عن كاس العالم للانديه، ودي نقطه مهمه جدا، واكد ان هي طبعا بطوله كبيره وان الاهلي بيستعد ليها بشكل جيد من اجل التواجد على منصه التتويج، وقال ان الفتره اللي فاتت شهدت ضغوط كبيره جدا على الجهاز الفني وعلى كل اللاعبين اكيد في ظل جائحه كورونا، وبالرغم من كده هناك دائما ثقه كبيره في قدرات الجميع على تخطي هذه الصعاب وتحقيق الانجازات من اجل اسعاد الجماهير.
خليني اقول لحضراتكم برضو كابتن الخطيب يعني لفت نظر ناس كتيره جدا لما اتكلم عن محمد صلاح. هو اشاد بالمستوى الرائع اللي بيقدمه المحترف المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي. قال كده تحديدا ان هو لاعب كبير بيملك موهبه مميزه وعليه ان يستغلها بالشكل الامثل ويواصل العمل كمان باجتهاد وتركيز داخل الملعب فقط ليحقق ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة. طيب خلينا نروح أنا وحضراتكم دلوقتي كده نسمع كلمة كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن في البداية بذكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية للاحتفالات وللإنجازات الرياضية على المستوى العربي والعالمي. يعني النادي الأهلي وجوده النهاردة في مثل هذا الاحتفال هو بالنسبة لنا شرف كبير وبيسعدنا وبيسعد كل أعتقد المنطقة العربية والأفريقية. النادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يعني يقدم شيء نجاحات تنافس الأمور العالمية. نتمنى أن احنا ننجح في دوت إن شاء الله. النهاردة وجود النادي الأهلي كممثل المنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. تاني بشكر كل السادة الحضور وبشكر مؤتمر دبي العالمي على هذا الاحتفال. يعني شكرا. السلام عليكم. مبروك. هي كانت احتفالية شيك جدا وكابتن محمود الخطيب هو كمان راجل شيك جدا وطبعا شيء جميل ان احنا نشوف ان الاهلي بيتوج بهذا اللقب الاكثر حصولا على البطولات في منطقة الشرق الاوسط ونادي القرن الافريقي. حاجة حلوة. حاجة حلوة جدا حلو. وحاجة زي ما قلت كده بتشرفنا وبتسعدنا والواحد بيبقى فخور بانتباهه لهذا الكيان اللي بيفرض عليه سلوك برضو معين في الأول في الآخر. فكرة ان انت تبقى أهلاوي أو تشتغل في قناة الأهلي طبعا. أو بتنتمي للنادي الأهلي دي كلها بتفرض عليك يعني سلوك معين. فبجد الواحد مبسوط ويا رب دايما كده يبقى فيه كمان بطولات وتكريمات 2021 وكل السنين اللي جاية بإذن الله. اللهم أمين. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن درجات الحرارة. احنا بالمناسبة كده ابتدى مش ابتدى احنا كده عدى علينا بالفعل اسبوع على البدايه الرسميه الشتوي. التوقيت بقى اللي هو الموسم الشتاء الحقيقي او فصل الشتاء الحقيقي ابتدى بقاله اسبوع بس لغايه دلوقتي الحمد لله الجو دافي الى حد كبير باستثناء طبعا زي ما انت شايفه كده في بعض الاحيان شبوره. النهارده الشبوره اول مره بجد يعني والواحد وهو سايق مش شايف قدامه. يعني انا مش عارفه حضراتكم شايفين ولا لا بس طبعا هو ما فيش حاجه باينه ده كله لان في شبوره. طبعا احنا طبعاً. الفيو عندنا بيبقى كلير جدا او يعني متشاف بشكل جميل. النيل كان بيبقى باين. التتش عندنا بيبقى باين. يعني كل الحاجات اللي حوالينا بتبقى باينه لكن الشبوره لحد دلوقتي يمكن دلوقتي الساعه 10 وربع وكمان لسه في شبوره. فواضح ان يعني الايام اللي جايه مش هتشهد يعني استقرار الى حد بس برضو دلوقتي. خلي بالك تجدر الاشاره ان هيئه الارصاد الجويه حذرت من امطار على بعض المناطق والصبح كمان زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى فيه شبوره على مناطق كتير جدا. وطبعا دي رساله توعيه وتحذير لكل الناس اللي طبيعه شغلهم مثلا او طبيعه عملهم بتخليهم يسافروا على الطرق السريعه والطرق الصحراويه والزراعيه. فالناس دي لازم تاخد بالها كويس جدا وربنا يسلم طريق الجميع. تعالوا بقى نتعرف على درجات الحراره من خلال هذا التقرير ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح بالليل. طيب دي كانت درجات الحرارة. هنطلع بقى فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. أخبارنا لسه ما خلصتش.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونكمل أخبارنا النهاردة. إن شاء الله فريق الأهلي هيلتقي الاتحاد في السبعة الساعة 7:30 تحديدا في الجولة المؤجلة بين الفريقين ده من الأسبوع الثالث بمسابقة هنا الدوري الممتاز. وكمان بعد تعافي من كورونا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قال أو عقد جلسة تحديدا مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري. بيتسو موسيماني يعني أعلن قائمة الفريق اللي من المقرر أن تواجه الاتحاد السكندري في هذه المباراة، وجاءت قائمة الفريق اللي أعلنها الجهاز الفني لتضم 22 لاعب هم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد رمضان، بيكهام، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود كهربا، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، محمد شريف، وأخيرا وليس آخرا أحمد ياسر ريان. بالتوفيق لكل اللاعبين ان شاء الله النهارده وللنادي الاهلي. وكمان خليني اقول لحضراتكم ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان الانجولي جيرالدو لاعب الفريق هيكون خارج الحسابات الفنيه لمباراه الاتحاد السكندري، وقال كمان ان اللاعب اشتكى من شد في عضله السمانه ولن يكون جاهز لمباراه الاتحاد. من ناحيه بقى ثانيه اعلن سيد عبد الحفيظ سلبيه الرابيد تيست اللي اجراها اللاعبين امبارح استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري. بالمناسبه وهي بس كام انت قلتي 7:30 7:30 ان شاء الله ان عشنا هيبقى في البيت ان شاء الله. عندك راديو وبعدين هتروح على لا ده النهارده صح تصدقي ده صح والله فكرتيني كريمة برافو عليك والله انا مبسوط منك خالص ما شاء الله والله انت حاضر ذاكره قويه لا والله وقعت مني التفصيله انت مش عارف لا كده ممكن لا انا عشان احنا عملنا مؤخرا موضوع السبليتنج ده عشان طبعا مساله التباعد الاجتماعي كل البرامج اللي بيقدموها دويتوهات فبقت يوم ويوم تخيل يعملوا كده فينا كريم ان شاء الله بقى نخلص من النوال ده خالص انا هوند بقى الموضوع بتاع كورونا ده دمه تقل وطول قوي الحقيقه. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم الى مقر النادي الاهلي في الجزيره ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بكل الفرق المختلفه وكل انشطه النادي مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد. سالة صباح الخير عليكي، سامعينك اتفضلي. يا صباح الفل يا نهاوند ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأخبار والأجواء المتعلقة بالنادي الأهلي وأخبار النشاط الرياضي هنا في النادي الأهلي في الفترة الصباحية. يعني خلاص أيام قليلة وهنودع سنة 2020 وهنستقبل 2021. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعني إن شاء الله السنة الجديدة تبقى مليانة بالسعادة والتفاؤل والخير علينا وعلى كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان. خليني انا كمان يا نهاوند ابارك لجمهور النادي الاهلي ولمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. يعني كابتن محمود الخطيب حضر امس حفل جلوب سوكر اللي اقيمت في دبي لاستلام جائزه نادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. شفنا امبارح الحفل يعني شهد العديد من النجوم ومسؤولي كرة القدم في العالم، وكمان شفنا فرحة يعني جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك تويتر او يعني انستجرام. شفنا ازاي فرحوا على مواقع التواصل الاجتماعي وازاي عبروا عن فرحتهم بفوز النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر، ويعني وصفوا انه يعني فوز النادي الأهلي بالجائزة دي احلى واحسن ختام لسنة 2020. يعني قدروا جماهير النادي الأهلي يختموا بيها سنة 2020 طبعا بعد يعني الفترة الماضية اللي كانت مليئه بالانجازات والبطولات. ويعني عايز اقول لك انا هوند ان الجائزه دي يعني وراها حاجات كتيره جدا، يعني بترجع لمجهود كبير بيبذل هنا في النادي الاهلي من كل مسؤول متواجد هنا في النادي الاهلي، مش بس يعني مجلس اداره النادي الاهلي، لا كل مسؤول متواجد هنا في النادي الاهلي. فيعني يا رب النادي الاهلي في ودايما ان شاء الله يعني الرقم واحد. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه وهبتدي الاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. يعني سيدات النادي الاهلي امس فازوا على سبورتنج بنتيجه 84-73، ودي كانت في مباراه الذهاب من بطوله الدوري المرتبط. ده بالنسبه للفريق الاول. بالنسبه للفريق يعني سيدات 16 سنه
فازوا برضو امس على سبورتنج في مباراه الذهاب في بطوله الدوري المرتبط بنتيجه 77-60، وبكده يعني سيدات النادي الاهلي بس يعني المفروض يفوزوا بمباراه واحده عشان يقدروا يتوجوا ببطوله الدوري المرتبط للمره الخامسه على التوالي. يعني النهارده ان شاء الله مباراه الاياب والمباراه الاخيره في بطوله الدوري المرتبط هتكون ما بين النادي الاهلي وسبورتنج. المباراه هتقام في تمام الساعه 8:30 مساء على استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ده بالنسبه للفريق الاول، فريق يعني 16 سنه هيواجهوا النهارده سبورتنج برده في تمام الساعه 4 مساء، وبرده المباراه تقام على استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. برضو خليني اقول للساده المشاهدين ان المباراه هتذاع يعني بشكل حصري ورسمي على وبشكل مباشر يعني عفوا على قناه النادي الاهلي. يعني يا رب ان شاء الله النهارده سيدات النادي الاهلي يفرحونا ويتوجوا ببطوله دوري المرتبط. كمان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن امس عن عوده فريق رجال سنة فريق كرة السلة رجال 16 سنة ان هم يعودوا مرة اخرى للقاهرة من الاسماعيلية، طبعا بعد يعني بعد التنسيق مع مجلس ادارة النادي الاهلي واللجنة الطبية الموجودة في النادي الاهلي. اللجنة الطبية يعني استقرت وقررت ان يعني يتم عزل جميع اللاعبين واجراء مسحة طبية جديدة للاعبين، يعني طبعا بعد ما ظهر حالات 9 حالات ايجابية في صفوف الاتحاد السكندري بعد مباراة الذهاب في بطولة الدوري المرتبط واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 59-41. ده بالنسبة لفريق ال 16 سنة. بالنسبة للفريق الأول يعني يمكن الحظ ما كانش مع رجال النادي الأهلي أمس، ويعني تفوق الاتحاد السكندري على الفريق الأول لكرة السلة رجال يعني بقيادة كابتن أشرف توفيق، تفوق على النادي الأهلي بنتيجة 81-71. وده يعني ما يمنعش إن رجال النادي الأهلي الفترة الماضية يعني كانوا بيأدوا أداء مشرف ومستوى رجولي يعني يليق بالنادي الأهلي في المباريات الماضية في بطولة الدوري المرتبط، يعني بالرغم إن كان في يعني هواند نقص عدد دي كبير في الفريق، يعني كان في الفريق شهد عدد من الغيابات منهم عناصر يعني رئيسيه ومهمه في الفريق زي كابتن ايهاب امين، عمرو الجندي، وكابتن عمر طارق، وكابتن عبد الفضيل ابراهيم، وكابتن محمد مصطفى مودي. يعني كل الغيابات دي بسبب اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، يعني طبعا بنتمنى لهم الشفاء وان هم يكونوا متواجدين الفتره القادمه مع الفريق في التحديات المقبله وفي التدريبات الجماعيه. استكمالا بقى لاخبار الفرق الرياضيه، يعني كمان فريق كره السله رجال تحت سن 20 سنه حققوا الفوز على وادي دجله بنتيجه 57-38، والبطوله دي او المباراه دي كانت ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. كمان الفريق الأول لكرة اليد بقيادة كابتن طارق محروس، فريق كرة اليد ورجال كرة اليد يعني بيواصلوا تدريباتهم الفنية والبدنية اللي تابع عليه برنامج وضعه كابتن طارق محروس لتجهيز وتأهيل اللاعبين الفترة المقبلة، يعني في ظل استعداد المنتخب الأول لكرة اليد ليخوض المباريات والنهائيات في بطولة كأس العالم لكرة اليد. البطولة اللي هتقام على أرض مصر إن شاء الله من يوم 13 يناير حتى يوم 31 يناير. يعني طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يعني يؤدوا اداء مشرف ويليق باسم مصر، ويعني ونشوف يعني برضو تنظيم يعني مصر للبطوله حاجه تليق باسم مصر. يعني دي كانت اهم وابرز الاخبار والاجواء هنا في مقر النادي الاهلي في الفتره الصباحيه. والان العوده للاستوديو مره اخرى للكلمه اللي كان هوان تفضلي. لا معلش بقى، بعد اذن هوان ده هتبقى الكلمه ليا. ايه رايك بقى يا سنه؟ طبعا بنشكر زميلتنا العزيزه سنه حامد مراسله قناه النادي الاهلي، ومستمرين طبعا مع حضراتكم في سلسله اخبارنا. احنا واحد يا فندم. لا بقى في بيتها، في بيتها والله. نروح بقى مع حضراتكم مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومراسلنا العزيز جدا والمتألق حقيقي فاروق صلاح. فاروق، في البداية بنصبح عليك أنا وكريم، وقبل ما نخش في التفاصيل احكي لنا كده عن الجو وأخباره إيه والتجمع الشبورة عاملة فيه إزاي؟ اتفضل. صباح الفل عليك يا نهواند، صباح الفل عليك يا كريم، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وتحدي جديد ومحطه جديده من محطات النادي الاهلي نحو الوصول للدرع رقم 43 اليوم بمواجهه
الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز. قبل ما نتكلم على المباراة ونتكلم على استعدادات فريق النادي الاهلي، اطمنك على حالة الاجواء يا نهواند بالنسبة هنا في التجمع، يعني نسبة ما فيش شبورة، يعني منعدمة تماما الشبورة، درجة الحرارة يعني نقدر نقول درجة الحرارة النهاردة مناسبة تماما جدا، الطقس اكثر من رائع، الشمس بتسطع في التجمع، ونقدر نقول النهاردة ان شاء الله تكون درجة الحرارة والظروف مهيئة ان شاء الله لفريق النادي الاهلي لمواجهة فريق الاتحاد في مباراة ان شاء الله يقدر فريق النادي الاهلي انه يحقق فيها الثلاث نقاط. درجة حرارة نقدر نقول مميزة، يعني تتراوح ما بين 27 ل 28 درجة، الشمس بتسطع هنا في التجمع في مقر إقامة فريق النادي الاهلي. لو هنروح بقى لفريق النادي الاهلي ونتكلم على استعداده لهذا اللقاء، طبعا بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي قبل الدخول في معسكر استعدادا لمواجهه فريق الاتحاد السكندري، لقاء شهب بالامس طبعا وجود مستر بيتسو موسيماني، ويعني نقول الحمد لله على السلامه بعد تعافيه من فيروس كورونا اللي قاد المران بالامس، وكان اجتمع مع اللاعبين واجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويعني في اجتماع مطول مع اللاعبين طبعا يعني خلال الفتره الماضيه طبعا وخلال تواجدنا مع الفريق في النيجر كان مستر بيتسو موسيماني دائم الاتصال والتواصل مع اللاعبين والجهاز الفني. يعني انا عايز اقول برضو اقرب الصوره ان مستر بيتسو موسيماني ما كانش بعيد عن اللاعبين، لا ده كان يعني على مدار اليوم وعلى مدار يعني ساعات التدريب او ما يعني وقت اقامه الفريق في النيجر او في التدريبات كان الراجل متابع كل كبيره وصغيره، اجتمع مع اللاعبين بالامس طبعا حاله من الفرح والسعاده بين اللاعبين لتعافي مستر بيتسو موسيماني، قدر يجتمع مع اللاعبين طبعا وخلاص دخلنا بقى في مرحله الجد، يعني اتكلم في النقاط الفنية وبعض الأمور الخاصة بفريق الاتحاد السكندري الإيجابيات والسلبيات، ثم انطلق المران. عقب المران اختار مستر بيتسو موسيماني 22 لاعب لهذا اللقاء في قائمة تضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، سعد سمير، بدر بنون، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وأحمد رمضان بيكهام لخط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج وأكرم توفيق لخط الوسط، كهربا، حسين الشحات، وليد سليمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ومروان محسن، واخيرا احمد ياسر ريان. طبعا استمرار غياب محمد مجدي قفشه وعمرو السليه ورامي ربيعه طبعا لثبوت ايجابيه عينه الفيروس كورونا الخاصه بالثلاثي، اللقاء بيشهد عوده الثلاثي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، طبعا ثلاث اضافات مهمين جدا لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا مستر بيتسو موسيماني خلال اللقاء الاخير والجهاز الفني النادي الاهلي قدر ان هو يلعب في لقاء سونيديب بثلاث لاعبين في وسط الملعب، كانت ثلاثيه اكرم توفيق وحمدي فتحي واليو ديانج، هل من الممكن ان هو يكررها النهارده ام هيدي الفرصه من بدايه اللقاء لوليد سليمان في مركز 10؟ دي بعض الامور الفنيه، طبعا هيبقى في بعض الثبات في تشكيل النادي الاهلي، اللقاء ممكن من الممكن يشهد عوده علي معلول وايمن اشرف لخط دفاع النادي الاهلي، لكن ان شاء الله نقدر نقول كل اللاعبين موجودين، كل اي 11 لاعب في النادي الاهلي جاهزين. طبعا الاتحاد المصري كان اعلن طاقم تحكيم هذا اللقاء بقياده كابتن جهاد جريشه حكم الساحه، يعاونه محمد محمود لطفي مساعد اول وسيد نافع مساعد الثاني والحكم الرابع هشام الفلال، محمد عادل ومحمود ناجي الاثنين حكام للفيديو. قبل اللقاء يا نهواندا ويا كريم نتكلم على ظروف النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا كان لعب لقاءين فاز باللقاءين بالثلاثيه، يعني احنا بنحتفل في اجواء الثلاثيه وفوز النادي الاهلي بالثلاثيه هذا الموسم، النادي الاهلي حقق الانتصار بالثلاثيه سواء على فريق مصر المقاصه او على فريق المحله، ست نقاط العلامه الكامله اللي نقول ما شاء الله لفريق النادي الاهلي، بينما فريق الاتحاد السكندري اللي بيقوده الكابتن حسام حسن واحد من المدربين المميزين في الكره المصريه قدر ان هو يعني لعب لقاءين، فاز في لقاء على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وتعادل مع سموحه بهدف لكل فريق، قدر برضو ان هو يجهز اللاعبين وحاله من الاستعداد ان هو بيجهز اللاعبين لمواجهه النادي الاهلي. طبعا كان اخر لقاء جمع ما بين الاهلي والاتحاد السكندري كان في الدور قبل النهائي لكاس مصر في البطولة اللي اقتنصها النادي الاهلي، وكان اللقاء اقيم على استاد الجيش بالسويس وانتهى بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. لو يعني نتكلم على سيناريو اليوم او تفاصيل اليوم الخاصة بفريق النادي الاهلي النهارده نهواند،
ويا كريم. النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 4:00، ثم التحرك والمغادره الى استاد الاهلي والسلام هيكون في تمام الساعه 5:30 عصرا بمشيئه الله. دي كل التفاصيل، كل الكواليس الخاصه من هنا من فندق اقامه فريق النادي الاهلي استعدادا لفريق مواجهه فريق الاتحاد في الجوله الثالثه للدوري المصري الممتاز. من جديد تعود الكلمه للزملاء كريم كوشك ونهواند سري، وانا موجود معاكم لو في اي استفسار او اي تساؤل. والله يا فاروق بجد انت من المراسلين اللي ما بتديش حتى فرصه ان احنا نسال، لان انت ما شاء الله عندك كل المعلومات، فبجد برافو جدا، وربنا مع الفريق ان شاء الله يوفقهم النهارده في الماتش، وكالعاده يعني يكونوا منتصرين. وزي ما انت قلت كده يعني احنا بنتكلم ان كان لقاء جميل، وكلنا تابعنا كمان الكواليس اللي حصلت وتابعنا الاخبار في قصه هنا لقاء موسيماني بعد تعافيه، كانت فعلا لقطه حلوه جدا ما بينه وبين اللاعبين. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا برضو زي ما انت ذكرت احنا بنتمنى الشفاء لكل اللعيبه اللي لسه مصابين او ايجابيه فيروس كورونا كانت يعني مثبته، وطبعا الحمد لله على سلامه اللعيبه اللي خفوا ورجعوا كمان من الاصابات. فبنشكرك على كل حال يا فاروق، واكيد قناه الاهلي متابعه معاك ان شاء الله على مدار اليوم. شكرا ليك جدا. طيب تعالوا بقى نروح على مقر موقع القاهرة 24 عشان نتعرف مع بعض على أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع المحلية والعالمية مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح اللي عندها ومجهزة لنا مجموعة من الأخبار المهمة، منها خبر ليه علاقة بإقالة مدرب النصر السعودي، وخبر تاني يا مريم برضو عايزين نعرف منك تفاصيله بعد صباح الخير، إيه حكاية الحفلة الكبيرة اللي نظمها نيمار في قصره في البرازيل؟ صباح الفل وإلينا بالتفاصيل أرجوك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يا كريم زي ما انت قلت معانا تفاصيل كتير جدا، طبعا معانا كمان حفل نيمار ولكن هيكون في آخر جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر القاهرة 24. ولكن في البداية عايزة أبارك لكم وبارك لنفسي، مش عارفة بصراحة للمرة الكام، ولكن هنفضل نبارك للمرة المليون على تتويجات وألقاب النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان واللي تحدثت عنها جميع العناوين الصحفية والمانشيتات الصحفية في جميع الصحف صباح اليوم ده، طبعا بعد تتويج النادي الأهلي مساء أمس الأحد في حفل جلوب سوكر للأفضل في القرن، وتحديدا في نسخة خاصة واللي تم فيها يعني تتويج الكثير من اللاعبين العالميين الأفضل من خلال عام 2001 وحتى عام 2020، واللي تم فيها تتويج النادي الأهلي كنادي القرن والأفضل في إفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب والبطولات. فمن موقع القاهرة 24 أبرزها تتويج الأهلي ورونالدو، تعرف على جوائز حفل جلوب سوكر للأفضل. زي ما قلنا طبعا بعد تتويج النادي الأهلي يأتي تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي اللي حصل على جائزة لاعب القرن كأفضل لاعب في القرن العشرين، وبذلك بيصبح الأسطورة رونالدو طبعا هو الأسطورة الأبدية لكرة القدم بعد حصوله على هذه الجائزة. أما بالنسبة لأبرز جوائز الحفل، وهو الحفل يعني اللي شاهده أغلب عشاق كرة القدم في أنحاء العالم وهو جلوب سوكر، كانت الأفضلية والعالمي الإسباني جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حصل على جائزة مدرب القرن، وكمان هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ جائزة أفضل مدرب في عام 2020، وكمان مينديز وكيل كريستيانو رونالدو حصل على جائزة وكيل القرن كأفضل وكيل أعمال في القرن العشرين، وريال مدريد الإسباني حصل على جائزة نادي القرن في أوروبا كأفضل نادي في القرن العشرين والأكثر أكثر الأندية الأوروبية تتويجا بالبطولات. أيضا كمان الايرلندي ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونخ حصل على جائزه افضل لاعب في عام 2020، وكاسياس حارس ريال مدريد السابق حصل على جائزه شرفيه عن مسيرته الكرويه، وكمان بيكي يعني قائد برشلونه كمان حصل على نفس الجائزه وهي جائزه شرفيه عن مسيرته الكرويه.
كمان من موقع القاهرة 24 أحمد مجاهد يعلن عبر القاهرة 24 إلغاء شعار الدوري. الحقيقة أن كان في مساء أمس يعني ندوة استضافها موقع القاهرة 24 كان فيها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية واللي هي معنية بإدارة اتحاد الكرة خلال هذه الأيام، كان ليه تصريحات كتيرة جدا مهمة وأهمها هو إلغاء شعار مسابقة الدوري الممتاز واللي كان تم الإعلان عنها أثناء تولي اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. كمان أضاف في الندوة أحمد مجاهد أنه تم إلغاء شعار المسابقة أول ما هو تولى المهمة، لأنه أضاف أنه شعار المسابقة أو مسابقة الدوري الممتاز وتحديدا شعار مسابقة الدوري الممتاز دي يعني أهمية أو دور الأندية وليس دور اتحاد كرة القدم. من موقع اليوم السابع، لاعبو منتخب الشباب يخضعون لمسحة جديدة اليوم بفندق العزم. النهاردة هيخضع لاعبو منتخب الشباب لمسحة جديدة اليوم الاثنين بعد ما خضعوا للمسحة الأخيرة واللي ثبت أو استمرت إيجابية مسحة 14 لاعب، وبقى طبعا بعد انسحاب المنتخب من بطولة شمال أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موريتانيا 2021. النهاردة إن شاء الله هيتم المسحة وهنتعرف على نتيجة المسحة إذا كان لسه في إيجابية لل 14 لاعب ولا يعني هتعلن سلبية هذه المسحات. كمان من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة قراراته في أزمة المنتخب بعد الانسحاب والعودة من تونس. كمان يوم الخميس المقبل هيتم الإعلان من قبل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن هذه القرارات يوم الخميس المقبل بعدما تسلمت لجنة تقصي الحقائق جميع التقارير وتسلمت جميع الشهادات من جميع القائمين على بعثة المنتخب وأهمهم يعني جميع الأطراف على رأسهم جمال محمد علي رئيس البعثة في تونس وكمان ربيع ياسين المدير الفني كمان الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب والدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب الأول ووليد ماهر القائم بأعمال المدير الإداري للمنتخب وكمان عادل محفوظ مدير المنتخب. من موقع كورة، قالت مدرب النصر السعودي أعلن مساء أمس الأحد النصر السعودي عن إقالة المدير الفني والمدرب البرتغالي فيتوريا بعد النتائج السيئة اللي استمرت خلال الفترة الماضية للفريق. قال رئيس النادي عبر حسابه الشخصي على تويتر: تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجال النصر، وفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره. تابع كمان في تدوينته عبر تويتر: عملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريبي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة وظروف المرحلة، فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم كما يلي. يعني الشرط الأول أو القرار الأول اللي جاء في تدوينة رئيس النادي إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي وتعيين مدرب شباب النصر السيد آلين هورفت مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا. كمان استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وده مهمة للجهاز الفني. واختتم كلامه قائلا: نسأل الله سداد. أخيرا من سكاي نيوز عربية بخصوص الحفل اللي أقامه نيمار، الحقيقة يعني تعرض لانتقادات واسعة جدا من البرازيليين خاصة مع تفشي فيروس كورونا، ولكن نيمار يمكن لم يأبى لهذه الانتقادات ومستمر في احتفالاته، لأن العنوان جاء في سكاي نيوز عربية: 5 ليالي و500 ضيف نيمار يشعل الغضب في البرازيل. بحضور مئات الضيوف اللي يعني عزمهم نيمار وأقام كمان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل حفل كبير جدا في قصره بالبرازيل احتفالا بنهاية العام واحتفالات الكريسماس عامة، بدأت أو ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية أن نيمار قام بتنظيم الحفل كبير حفل كبير جدا في قصره. انطلق الحفل ليلة 27 والمقرر أنه هو يعني يستمر الخمس ليالي أو الخمس أيام القادمين وينتهي يوم 31 ديسمبر المقبل، يعني احتفالا برأس السنة أو العام الجديد 2021. كمان يشارك في الحفل 500 فرد عزمهم نيمار يعني من صحابه من جميع أنحاء العالم، وده أثار غضب يعني جميع محبي نيمار لأنه 500 فرد في هذه الظروف صعب جدا، يعني خاصة أن البرازيل كمان بتمر بظروف صعبة جدا وهي بتدخل ضمن قائمة الدول الأكثر إصابة مع الهند والولايات المتحدة. كمان تعرض نيمار للانتقادات بسبب أنه هو يعني كمان دعا فرقة كبيرة مستقبلة
موسيقية جدا، وقام بتدشين ملهى ليلي تحت الأرض تحت القصر اللي بيسكن فيه خاص علشان يقوم فيه بهذه الاحتفالات، وكمان عمل عازل صوتي علشان الجيران ما يتضايقوش. ولكن يعني توالت الانتقادات، لأن كمان يعني نيمار هيدفع لكل حد 5000 يورو في اليوم الواحد، يعني أجر بيت جنب المزرعة والقصر اللي بيسكن فيه، وهيتم على مدار الخمس أيام احتفالات متواصلة. وحتى يعني الآن لم يتم الإعلان عن نية نيمار في إلغاء هذه الاحتفالات، خاصة في الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلاد. أخيرا مباريات اليوم في الدوري المصري، سموحة والزمالك في تمام الساعة 5 مساء، كمان الأهلي والاتحاد السكندري طبعا في تمام الساعة 7:30 مساء. أما بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي فكريستال بالاس وليستر سيتي في تمام 5 مساء، كمان تشيلسي مع أستون فيلا في تمام الساعة 7:30 مساء، أفرتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء. أما بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا فهيكون مباراة مولودية الجزائر وصفاقسي في تمام الساعة 10 إلى ربع مساء. بشكركم جدا، ودي جولة صحفية من داخل مقر القاهرة 24. عودة للاستوديو مرة أخرى. احنا بنشكرك زميلتنا العزيزة مريم سميح جزيل الشكر، وطبعا الشكر موصول للزملاء الأعزاء سالة حامد وفاروق صلاح على تغطياتهم وعلى الموضوعات اللي دايما بيمدونا بيها وبكل تفاصيلها. شكرا جزيلا ليكم. قال لك الحفلة استمرت 5 ليالي. هتستمر لسه. الله الله الله. طب يعني كان هيجرى حاجة 500 ضيف واثنين مثلا مثلا، حتى انا رفيع مش هاخد حيز في الحفل. لا بس ايه ده ازاي يعني؟ لا يعني طبعا عدم مسؤولية اكيد، يعني بشكل 500، انت عارف يعني 500 ده كتير جدا طبعا. فيمكن كمان ان هو التصرف ده جه من شخصية رياضية معروفة، شخصية عامة محبوبة لها متابعين، مفروض ان هي قدوة، فكان عليه جدل كبير على السوشيال ميديا كمان، ده اللي قلب الدنيا عليه في الاخر بالظبط. ولو ان بقى احنا طالما ذكرنا هذا الموضوع وكورونا، نروح للخبر اللي بعد كده وهنتكلم عن القرارات الجديده اللي اعلنتها الحكومه المصريه. وصلنا كمان عايز اقول لحضراتكم امبارح بالارقام هنا ل 1226 ده اصابه جديده ده امبارح، و53 حاله وفاه. بعد الاجتماع كمان خليني اقول لحضراتكم اللي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو اجتماع اللجنه العليا لاداره ازمه فيروس كورونا، كان بمشاركه عدد من الوزراء والمسؤولين. والايام الماضيه زي ما احنا كنا شفنا اكيد شهدت ارتفاع ملحوظ جدا في اعداد المصابين، وهو ما استلزم هنا عقد هذا الاجتماع عشان يناقشوا الاجراءات اللي هيتم اتباعها خلال الايام المقبله للحد بقى من انتشار الفيروس. المهم اللي عايز اقول لحضراتكم عليه ان الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، تم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة هتقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل للأفراح والعزاء وأي تجمعات. كمان تم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور التجديد أيضا الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون كمان في الأماكن المفتوحة فقط. الحكومة أخيرا يعني زي ما بنقول كده، مش أخيرا بس، بتتخذ خطوات حقيقية على الأرض. وفي الآخر زي ما قلنا وامبارح لو أنت فاكر يا كريم كنا بنتحدث إن الموضوع مش مفروض إن هو يكون يعني موقوف على وعي المواطن. وعي المواطن ربما ليس كافيا في هذه اللحظة، ربما لم يكن كافيا في السنة اللي احنا فيها دلوقتي مع الويف الأولانية أو الموجة الأولانية لفيروس كورونا. فأنا شايفة وده برضو لو تقولي رأيك فيه، اللي احنا فيه ده والإجراءات اللي بتتخذها الحكومة أكثر من رائعة لمواجهة الويف الثانية أو يعني الموجة الثانية من فيروس كورونا. ده كلام محترم جدا بصراحة، مفيش شك في ده. وبعدين يعني استكمالا بقى للنقطة اللي بتتكلمي عليها، حتة ان الموضوع ما يتسبش الوعي والذوق المواطن، لان احنا طبعا شفنا الشهور اللي فاتت يعني انعدام للوعي في بعض الاحيان عند الناس، وطبعا نتج عن ده ان الدنيا زاطت على صعيد ارقام الكورونا واعداد الاصابات وكمان اعداد الوفيات للاسف الشديد. عشان كده كلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامه الفوريه على المخالفين
الدين بعد طبعا استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم يوم 3 يناير 2021 لتكون بمثابة رسالة واضحة جدا أن الدولة بتواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة وبمنتهى الحزم. وكمان تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيه، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة. وطبعا الفكرة مش في الرقم نفسه 50 30 100 200، هي الفكرة في المبدأ ان الدولة والحكومة حريصة كل الحرص الحقيقة وعاملين كل اللي يقدروا يعملوه في هذا الإطار عشان يحافظوا على صحة المواطنين منعا يعني لزيادة أعداد الإصابات أو الوفيات. الكرة بقى في ملعبنا احنا اللي لازم نلتزم بكده. يعني كلام مظبوط، وكمان التكليفات لسه ما خلصتش. كلف كمان رئيس الوزراء بمتابعة هنا الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وأيضا تكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ هنا 4000 جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يبدأ تحصيل الغرامات الحد الجاي. يعني بما معناه هنا أن اللي مش هيلتزم هيبدأ السنة الجديدة كده أول أيامها في أول شهر بغرامات وغلق كمان للمحل بتاعه أو المنشأة بتاعته. ده كمان في حال تكرار المخالفة هيتم مضاعفة مدة الإغلاق. أما فيما يتعلق بقى هنا بدور المناسبات، فقد تم التوجيه من الحكومة أن دور المناسبات اللي هيثبت مخالفتها وهي بتتبع هنا جهات في الدولة هيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري. كمان تم من خلال نفس الاجتماع الحقيقة تأكيد تأمين أكبر قدر ممكن من اسطوانات الأكسجين عشان تكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات والصيدليات الخاصة ومناشدة المواطنين. ودي نقطة مهمة جدا، يعني بنتعرض لها دايما لما بتمر علينا ظروف مشابهة للي احنا بنمر بيها. فكرة تخزين الأدوية، يعني في مناشدة صريحة لكل المواطنين بعدم تخزين الأدوية حتى يجدها من يحتاجها، خصوصا وان هي متوفره بالفعل، فما فيش داعي للبانيك والذعر وان احنا نكم يعني نشيل عندنا او نكنز عندنا ادويه في غيرنا ممكن يبقى محتاجها فعلا ووقتيا، واحنا عندنا منها كتير فبينتج عندها ازمات كبيره. طبعا بناكد على حضراتكم الالتزام بالاجراءات الوقائيه لمكافحه فيروس كورونا، وربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. يا رب يحفظنا فعلا. ويعني يمكن هي فترة صعبة العالم كله بيمر بيها، ولكن معلش يمكن السنة الجاية إن شاء الله تكون أفضل، ورأس السنة الجاية يعني الجاية نكون كلنا بقى بنحتفل مع الناس اللي احنا بنحبهم وفي البلد اللي احنا بنحبها. يعني اللي عايز يروح مكان، اللي عايز يسافر يكون يعني يكون يقدر ان هو يحقق ده. فعلى كل حال احنا بس نلتزم زي ما قلنا ونسيب الباقي على ربنا. خلينا بقى نكمل مع حضراتكم ونروح لخبر مختلف. تلقى لاعب التنس البريطاني أندي موراي، هو عنده 33 عام، للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. قصة الدعوة هنا يعني فيها قصة، هي جت بعد اعتزال اللاعب، وكانت لحظة اعتزاله زي ما قال مدير البطولة هي كانت لحظة عاطفية. قال كمان رؤية اللاعب ان هو بيعود من جديد بعد خضوعه لعملية جراحية كبيرة وإعادة تأهيله للعودة للملاعب من جديد هتكون أحد أبرز أحداث بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2021. طيب نروح بقى معاكم الى عالم كرة السلة، والحقيقة مباراة قوية جدا ضمن الدوري الامريكي، فيها سجل سي جي ماكولوم 44 نقطة ليقود فريقه بورتلاند تريل بليزرز لفوز مثير جدا على هيوستن روكتس بنتيجة 128 إلى 126 بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. تعالوا طيب دي كانت الفقرة الأولى بتاعتنا اللي هي فقرة الأخبار اللي بتكون معانا الأخبار المختلفة طبعا محليا وخاصة طبعا بالنادي الأهلي. شفت النادي دي؟ جامدة جدا النادي الأهلي، تحس فيها فخامة كده اللي هو مفيش شك فيه. بتحصل حاجات بسيطة. وطبعا أخبارنا المختلفة في الصحف والمواقع العالمية. طيب قبل بس ما نروح فاصل ونروح بقى للفقرات الحوارية، أنا عايزة أنوه برضو أنا وكريم مع حضراتكم إحنا معانا فقرتين، فقرة عن الجودو دي هتبقى الفقرة الثانية، بس الفقرة الأولى الفقرة اللي إحنا كلنا بنحبها هي النوستالجيا. والنهاردة منورنا الأستاذ محمد مصطفى مدير المحتوى الوثائقي بقناة الأهلي، وهنستمع كده للذكريات والكواليس والصور والفيديوهات اللي كلنا بنكون حبينا. فاصل سريع ونرجع نكمل.
يا اهلا بكل حضراتكم في فقره النوستالجيا، وهي بطبيعه الحال الفقره المستحبه لدى قطاع كبير من المشاهدين. هنتكلم من خلال فقرتنا دي عن تاريخ بطوله الدوري ومين صاحب فكره المسابقه وذكريات كتير جدا، يعني طبعا سيتم ذكرها من خلال هذه الفقره. احنا هنرجع بحضراتكم بالزمن يمكن ل 1920 ويمكن قبل كده كمان. كل الكلام ده هيحصل من خلال وجود الاستاذ محمد مصطفى، وهو مدير المحتوى الوثائقي لقناه الاهلي. صباح الخير على حضرتك ومنور. صباح النور عليكم. اهلا بيك. صباح الخير والنور. وده مكان حضرتك يعني احنا طبعاً كلنا بننتمي لهذا الكيان وللقناه. وهبدا كده ونبدا مع حضرتك فعلا فكره الدوري العام يعني، ومين محمود بدر الدين صاحب هذه الفكره؟ عايزين نخش مع حضرتك بقى من البدايه كده وفي التفاصيل. جميل. طبعا الاول نبارك النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب على الفوز بجائزه جلوب سوكر، النادي الاكثر تتويجا في الشرق الاوسط ونادي القرن في افريقيا. ده بدايه مهمه. فكره الدوري العام بدات بالفعل في اول تاسيس اتحاد الكره في نهايه 21 اكتوبر 21. فكروا يعملوا دوري زي انجلترا، لكن في الوقت ده المواصلات ما كانتش متاحه ان الفرق تنتقل من المحافظات للقاهره انك تلعب كل اسبوع. ففكروا يعملوا الدوري زي الاسلوب اللي كان بتستخدمه قوات الاحتلال الانجليزي، يعني ليهم قوات في القناه، ليهم قوات في اسكندريه، فقوات القناه ومعسكراتها بيلعبوا مع بعض، وفي الاخر خالص بيتجمع ابطال كل منطقه لعبوا الدوري. وفعلا فكروا يعني يسموها جغرافيا. حلو. وكانت الكره في الوقت ده طبقا لطبيعه الانديه اللي موجوده في ثلاث اماكن بس، القاهره القاهره والجيزه يعني. واسكندريه والقناه. على اساس كان في انديه كتير اجانب في انديه يونان وايطالينا في اسكندريه وبورسعيد وكان في الاسماعيليه، وبالتالي قرروا بعد تفكير انهم يبداوا الفكره بالشكل ده. وبداوا يعملوا فكره، وكان المقترح ليها يسموها بطوله المناطق الدوريه. أوكي. ده الاسم البدايه. لما بداوا يشتغلوا فيها اشتغلت فعلا بطوله القاهره، وقدم الامير عمر طوسون اول درع وسموه ده، كان حتى بيسموا بطوله القاهره على درع الامير طوسون، وشويه شويه بقى بطوله درع الامير طوسون، على اساس ان بطل القاهره يلعبوا مع بعض هم الثلاثه دوره ثلاثيه، وده يبقى بطل الدوري. لكن للاسف ما كملتش الفكره، بقت كل منطقه تعمل الدوري بتاعها وما يكملوش، ما تتلعبش النهائيات يعني. نهائيات. لكن اتحاد الكره عوض عن ده، عمل حاجه مقابله سنه 24 25. طبعا لازم نقول بطوله المناطق بدات 22 23. عمل كاس الملك اللي هو منتخب القاهره ومنتخب اسكندريه ومنتخب القناه يلعبوا مع بعض، يبقى ده كاس الملك فؤاد. غير كاس مصر. اوكي. كاس مصر حاجه تانية. كاس الملك فؤاد كانت للمناطق، ويمكن اتلعبت حوالي 28 مره بطوله المناطق دي. القاهره خدت 19 مره، والاسكندريه 6 مرات، والقناه خدت 3 مرات. امال ايه كاس حشمت باشا؟ ده لسه بقى. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. اوكي. كاس حشمت له قصه. طب ممكن بس قبل ما نروح يعني عشان نعرف كل حاجه هنا، كاس الملك فؤاد هو كانت الجائزه بتاعته قد ايه؟ وهو اللي كان بيطلع. لا ما كانش فيه فلوس. ما كانش فيه اي جوائز او اي هوايه خالصه. مجرد كانت هوايه خالصه. هو كاس حشمت بس اختصارا، دي موضوع كبير ممكن نحكيه بعدين، لكن هو اختصارا كان اول بطوله في مصر تقام في مواجهه، كان في اتحاد اسمه الاتحاد المصري الانجليزي عاوز يعمل بطولات، وكان الاهلي مش عايز يشارك في الاتحاد لان كله اعضائه اجانب، فعمل بطوله للمدارس الثانويه والكليات. كان برضه حتى الكليات كان اسمها مدرسه الالسن، مدرسه الحقوق، مدرسه طبعا. فكانت البطوله دي معموله، ده كانت اول بطوله، ويمكن استمرت لغايه سنه 35، بدات سنه 14 وكانت اخر بطوله لغايه سنه 35. وفي نفس الوقت كانت بتقام بطوله ثانيه، كان احمد حشمت باشا ده كان وزير المعارف يعني وزير التعليم. كانت قامت في نفس الوقت ده بطوله للالعاب الاخرى بس بنظام مختلف، على كاس عزيز عزب باشا، وده كان رئيس النادي الاهلي. كانت بتتلعب بطريقه النقاط، يعني انا باخد نقط في البلياردو، باخد نقط في التنس الطاوله، في السباحه، وتتجمع النقط دي، وده يبقى الفائز. تمام. بعد ما اتكلمنا عن فكره، اول فكره للدوري 22 23، بدا تاني سنه 31 30 31 وسنه 34 35 نفس الافكار بنفس الطريقه، مع استحداثها بقى او تطويرها شويه. كان برضه نفس الفكره، ايه بس المره دي ايه؟ قالوا هناخد اول وتاني كل منطقه، يبقوا 6 انديه يلعبوا دوري بقى. وبرضه ما اكتملتش الاسباب كتير. لغايه سنه
بدأت الصحف تكتب بجد بقى، لا عايزين دوري يعني الدنيا كده. ده 46 46 تمام. فسنة في مطلع 48 محمود بدر الدين كان مدير مسابقات الاتحاد، عرض على حيدر باشا وكان رئيس اتحاد الكوره وكان كبير الاوران على ما اعتقد الفتره ديت، نعمل بطوله الدوري العام. حيدر باشا كان قريب من الملك فاروق فعرض عليه الفكره وافق، وبدات فعلا بطوله الدوري العام موسم 48 49 تحديدا في 22 اكتوبر، وكان بماتش الزمالك والمصري 22 يعني اكتوبر. اول مباراه على الاطلاق في اول دوري رسمي الدوري على الدوري الاطلاق في الدوري الرسمي. اوكي، اذا دي كانت فكره محمود بدر الدين. وده يخلينا نروح لمحمود بدر الدين، لان محمود بدر الدين ودي جزء مهم في جدا في مساله التاريخ. يمكن الشاشه قدامنا جايبه محمود بدر الدين كان اصلا بيلعب في السعوديه كوره، يعني هو لعب على مستوى المدارس في الوقت ده، ولعب في كاس حشمة باشا اللي كانت بتقام في الاهلي، وكان شاب منظم حتى هو اللي كان ماسك فرقه السعوديه، وكانوا ساعتها بيسموا مدير الكوره سكرتير. ويمكن على فكره مصطلح سكرتير ده فضل لغايه يمكن الستينات، مش كانتش حاجه اسمها مدير الكوره، مدير اللعبه كان سكرتير. أوكي. سكرتير الباسكت، سكرتير الفولي، سكرتير الهاندبول. فمحمود بدر الدين انضم للنادي الاهلي كعضو، وسنه 27 تم اختياره مدير للمسابقات الالعاب الاخرى زي اللي هي مدير مسابقه عزيز عزت باشا في النادي الاهلي. أوكي. النادي الاهلي هو اللي كان بينظم البطوله ديت. وبرضه في حته صغيره، لما كان في مدرسه معينه، يعني انا البطوله دي كانت بتتعمل ازاي برضه، دي حته البطوله دي كانت بتتعمل من طلبه النادي الاهلي، نادي طلبه المدارس، فكان عنده طلبه من مدرسه الحقوق، من مدرسه السعاديه، من مدرسه المهندس خانه، من دار العلوم، فكل مدرسه طلبها بيعملوا فرقه بيلعبوا. طيب زي دوري المدارس اللي موجود؟ لا، كان دوري داخلي للمدارس. امال دوري داخلي للطلبه اللي جوه تبع المدارس. ايوه، يعني اعضاء النادي الاهلي من الطلبه اللي في كليه الهندسه دول فرقه. اوكي. طيب في فرقه بقى من بره زي فرقه مدرسه الخديويه عاوزه تشترك، لازم موافقه وزير المعارف لانه يعتبر رئيس الجمعيه العموميه الاهلي. هو الشخص المعني بقى بالمنطق ده. لازم موافق. وهو برضه في نفس الوقت رئيس الجمعيه العموميه النادي الاهلي. كان في نظام وسيستم، مش اي مدرسه اشترك، لازم يكون موافق، وغالبا كان بيوافق. فكانت تعتبر بطوله المدارس هي البطوله الاولى في مصر لفتره كبيره جدا يعني. فهو كان طالب في المدارس هنا، وكان بيدير مسابقه، ماسك المسابقه بتاعت كاس عزت باشا. تاني سنه 28 محمود بدر الدين تم اختياره سكرتير فريق كره في النادي الاهلي، يعني مدير الكوره في الوقت ده، فرقه كره القدم. وفضل في المنصب ده يمكن لغايه سنه 33. في الوقت نفسه سنه 28 تم اختياره عضو اللجنه التنفيذيه اللي هي المكتب التنفيذي في النادي الاهلي دلوقتي. وكان ده بالانتخاب. يعني الوقت حاليا المكتب التنفيذي بيتم اختياره من مجلس الاداره، ويضم من بره ما يشاء من بره، لكن وقتها كان المكتب التنفيذي يتم اختياره في نفس الجمعيه العموميه اللي بيتم انتخاب فيها مجلس اداره النادي. فتم انتخابه عضو لجنه تنفيذيه، وفضل في المنصب ده لسنه 34 35 من سنه 28. سنه 35 كانت النقله الكبيره بقى لمحمود بدر الدين، لما تم انتخابه امين صندوق النادي الاهلي بالاجماع. ده كان محمود. طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه الحديث مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى، وكنا بنتكلم عن التاريخ الرياضي ومشاكله وكل التفاصيل بقى اللي كنت بتذكرها، نكملها معاك. طيب كنا بنتكلم قبل الفاصل عن احنا عندنا مشكله في التوصيف. يعني انا بقول لك لما يجي مثلا واحد زي الاستاذ محمد صادق يقول عليه ارشيفجي شاطر. طب ليه شاطر؟ في واحد ثاني عنده ارشيف بس مش عارف قيمته. محمد صادق عارف قيمه اللي معاه. قلنا الاستاذ حسن المستكاوي لما عمل كتاب قعد 4 سنين في الكتاب الاولاني الخاص بالنادي الاهلي، وده مش حاجه سهله. انا جبته على فكره الكتاب ده. ولما عمل النسخه الثانيه كانت قدها حوالي، كانت دي حوالي 260، الثانيه كانت حوالي 400 صفحه، وكل مش بعدد الصفحات ولا الفونت زاد طبعًا. عشان يزود الورق، لا، كان معلومات جديده وتحديث لكل شيء. انا بعتبر الاستاذ حسن مع النادي الاهلي في الكتاب ده كان شغل تاريخ، لان كان بيراجع كل كلمه، حتى دقق موضوع هل ايه العلاقه المباشره بين سعد زغلول والنادي الاهلي. يعني حاجه قعد فيها فتره كبيره جدا. هو كان 100 سنه نادي اهلي، يعني كان 100 سنه اهلي، 100 سنه هو جدده في احتفالات المئويه. تعالي، لا هو صلعه ساعتها في 90 سنه، سنه 97. بدايه 97 عباره من 1907. هو كان الكتاب اسمه تاريخ في الرياضه الوطنيه، في الرياضه الوطنيه، لما طلعه في الثانيه قال لك 100 سنه اهلي بقى. ايوه، انا بقى جبت 100 سنه اهلي. لما تيجي بقى لواحد ثاني زي الاستاذ سعيد وهبه،
استاذ سعيد وهبه تقدر تقولي ان هو اخر الحكائين الرياضيين. استاذ سعيد وهبه حكاية يعني ممكن يقعد يحكي لك الحكايه ويسترسل ما تقدريش انك انت انك انت تبقي فجاه تلاقي نفسك ساعه وقفت ساعه قدامك الوقت وقف خلص وانت مش حاسه ان لسه فيه. ويمكن هو حتى بيقول على نفسه ان هو كاتب هاوي رغم انه كاتب كبير وقارئ محترف وبيقول ان هو مش مؤرخ انا قارئ جيد. وده وفعلا لما تيجي قراءه التاريخ مشكله ليه؟ لا انا بتكلم على التاريخ عموما احنا ما نتخصص بس في التاريخ الرياضي انما اي تاريخ له خمس ست مواصفات. يعني عشان برضو ما حبيتش اقولها من دماغي ما انا عمل اي مؤرخ سياسي اقتصادي فني اي حد عاوز يشتغل تاريخ لازم اي وثيقه يدقق هل الوثيقه دي سليمه ولا مش سليمه. مش مجرد ما جبت ورقه من سنه 20 بقت وثيقه ممكن يكون الكاتب ما جالوش المستند بدليل ان بعض الناس قالت ان الاهلي سنه 17 لعب مع الزمالك مع المختلط وهذه المعلومه ثبت باسباب كتيره جدا انها مش صحيحه والاهلي ما لعبش سنه 17 مع المختلط اللي لعب فريق حجازي. يعني حتى جورنان هقول لك اللي بيشن جازت ايامها نزلت تشكيلين قالت التشكيل المختلط وقالت 11 لاعب تشكيل مختلط لما جت في تشكيل فريق حجازي قالت ايه فلان وفلان من الخديويه فلان وفلان من العباس ما قالتش فريق الاهلي وهنا التشكيله دي خلاص الموضوع منتهي. زائد كمان حتى العقد اللي اتعمل على فكره كان زمان بيجي يلعبوا ماتش ودي كانوا بيعملوا عقود مش زي النهارده كده هنلعب وممكن نتخانق يعني فمكتوب في العقد ايه في اول بندين المباراه الاولى على ملعب المختلط والمباراه الثانيه على ملعب يحدده فريق حجازي ده الاهلي اليوسفيه كان في مقدم يعني وصلت الفكره طبعا فهنا طبع. خلاص ففي حاجات تاريخيه كتير فيها مشاكل. تعال هقول لك على حاجه ثانيه اتقال مثلا ان اقدم رئيس نادي رياضي كان محمد حسن حلمي في المختلط طب احمد حسين باشا 46 كان بطل سلاح شيش ولاعب في اولمبياد ستوكهولم 1908 طب ما معنى كلامك يا استاذ محمد ان المشكله مش في قراءه التاريخ قد ما المشكله في مين اللي كتبه لا المشكله في مين اللي نقل ما هو محدش كتب حاجات كتير وتدور عليها ما تلاقيهاش اصل برضه بيبقى في مساحه للاهواء الشخصيه كتير. طب هقول لك على حاجه كان في رئيس النادي الاهلي في الستينات صلاح اللي هو صلاح الدسوقي كان رئيس النادي الاهلي بعد احمد عبود باشا. صلاح الدسوقي كان بطل دولي في سلاح الشيش في النادي الاهلي وكان تلميذ احمد حسنين باشا. طب خد المفاجاه بقى دكتور ابراهيم الوكيل استاذ في كليه طب عين شمس اللي كان رئيس النادي الاهلي بعد 67 لغايه 71 كان بيلعب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي غير فريق الشباب ولكن تفوقه وكان لازم يسافر بره عشان ياخد دكتوراه بطل كوره. ده كان رئيس النادي الاهلي وكان من قطاع الكوره في النادي الاهلي. فانت عندك مشاكل جديد في التاريخ الناس ما تعرفش ان كره السله في الاهلي كانت اقدم فريق كوره وفي اسماء لا تتخيلها بقى. لما تلاقي مثلا اعذروني في الحته دي بس كده لا هتاخد وقتك وعايزين كمان قبل ما نختم نتكلم ندي مساحه للتعليق بقى التعليق الرياضي في لما تلاقي مثلا توفيق جرجس وعبد المنعم وهبي عارفين طبعا عبد المنعم وهبي طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه الحديث مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى وكنا بنتكلم عن التاريخ الرياضي ومشاكله وكل التفاصيل بقى اللي حضرتك كنت بتذكرها نكملها معاك. طيب كنا بنتكلم قبل الفاصل عن احنا عندنا مشكله في التوصيف. يعني انا بقول لك لما يجي مثلا واحد زي الاستاذ محمد صادق يقولوا عليه ارشيفجي شاطر. طب ليه شاطر؟ في واحد تاني عنده ارشيف بس مش عارف قيمته. محمد صادق عارف قيمه اللي معاه. قلنا الاستاذ حسن المستكاوي لما عمل كتاب قعد اربع سنين في الكتاب الاولاني الخاص بالنادي الاهلي وده مش حاجه سهله. انا جبته على فكره الكتاب ده. ولما عمل النسخه الثانيه كانت قدها حوالي كانت دي حوالي 260 الثانيه كانت حوالي 400 صفحة وكل مش بعدد الصفحات ولا الفونت طيب زاد طبعا. عشان يزود الورق لا كان معلومات جديدة وتحديث لكل شيء. أنا بعتبر الأستاذ حسن مع النادي الأهلي في الكتاب ده كان شغل تأريخ لأن كان بيراجع كل كلمة حتى دقق موضوع هل إيه العلاقة المباشرة بين سعد زغلول والنادي الأهلي. يعني حاجة قعد فيها فترة كبيرة جدا هو كان 100 سنة نادي أهلي كان 100 سنة أهلي وجدده في احتفالات المقاولين.
تعالي. لا هو صلعه ساعتها في 90 سنه، سنه 97 بدايه 97 بعرف هو كانت 1907 هو كان الكتاب اسمه تاريخ في الرياضه الوطنيه، في الرياضه الوطنيه لما طلعه في الثانيه قال لك 100 سنه اهلي بقى. ايوه انا بقى جبت 100 سنه اهلي. لما تيجي بقى لواحد ثاني زي الاستاذ سعيد وهبه، استاذ سعيد وهبه تقدر تقولي ان هو اخر الحكائين الرياضيين. استاذ سعيد وهبه حكائين يعني ممكن يقعد يحكي لك الحكايه ويسترسل، ما تقدريش انك انت انك انت تبقي فجاه تلاقي نفسك الساعه وكذا الساعه قدامك الوقت وقف خلص وانت مش حاسه ان لسه فيه. ويمكن هو حتى بيقول على نفسه ان هو كاتب هاوي رغم انه كاتب كبير وقارئ محترف وبيقول ان هو مش مؤرخ، انا قارئ جيد. وده وفعلا لما تيجي قراءه التاريخ مشكله. ليه؟ لا انا بتكلم على التاريخ عموما، احنا ما نتخصص بس في التاريخ الرياضي، انما اي تاريخ له خمس ست مواصفات. يعني عشان برضو ما حبيتش اقولها من دماغي، ما انا عمل اي مؤرخ سياسي اقتصادي فني اي حد عاوز يشتغل تاريخ لازم اي وثيقه يدقق هل الوثيقه دي سليمه ولا مش سليمه. مش مجرد ما جبت ورقه من سنه 20 بقت وثيقه، ممكن يكون الكاتب ما جالوش المستند، بدليل ان بعض الناس قالت ان الاهلي سنه 17 لعب مع الزمالك مع المختلط. وهذه المعلومه ثبت باسباب كتيره جدا انها مش صحيحه، والاهلي ما لعبش سنه 17 مع المختلط، اللي لعب فريق حجازي. يعني حتى جورنان هقول لك اللي مش انجزت ايامها نزلت تشكيلين، قالت التشكيل المختلط وقالت ال 11 لاعب. تشكيل مختلط لما جت في تشكيل فريق حجازي قالت ايه؟ فلان وفلان من الخديويه، فلان وفلان من العباس، ما قالتش فريق الاهلي. وهنا التشكيله دي خلاص الموضوع منتهي. زائد كمان حتى العقد اللي اتعمل على فكره كان زمان بيجوا يلعبوا ماتش ودي كانوا بيعملوا عقود. زي النهارده كده كان نلعب وممكن نتخانق يعني. فمكتوب في العقد ايه؟ في اول بندين المباراه الاولى على ملعب المختلط. والمباراه الثانيه على ملعب يحدده فريق حجازي. ده الاهلي اللي فيه كان في مقدم يعني. وصلت الفكره؟ طبعا. فهنا خلاص ففي حاجات تاريخيه كتير فيها مشاكل. تعال هقول لك على حاجه ثانيه. اتقال مثلا ان اقدم رئيس نادي رياضي كان محمد حسن حلمي في المختلط. طب احمد حسين باشا 46 كان بطل سلاح شيش ولاعب في اولمبياد ستوكهولم 1908. طب ما معنى كلامك يا استاذ محمد ان المشكله مش في قراءه التاريخ قد ما المشكله في مين اللي كتبه؟ لا المشكله في مين اللي نقل. ما هو محدش كتب حاجات كتير، محدش كتب حاجات كتير وتدور عليها ما تلاقيهاش اصل. وبرضه بيبقى في مساحه للاهواء الشخصيه كتير. طب هقول لك على حاجه، كان في رئيس النادي الاهلي في الستينات صلاح اللي هو صلاح الدسوقي. كان رئيس النادي الاهلي بعد احمد عبود باشا. صلاح الدسوقي كان بطل دولي في سلاح الشيش في النادي الاهلي وكان تلميذ احمد حسنين باشا. طب خد المفاجاه بقى، دكتور ابراهيم الوكيل استاذ في كليه طب عين شمس اللي كان رئيس النادي الاهلي بعد 67 لغايه 71 كان بيلعب في قطاع الناشئين بلاد الاهلي لغايه فريق الشباب، ولكن تفوقه وكان لازم يسافر بره عشان ياخد دكتوراه بطل كوره. ده كان رئيس النادي الاهلي وكان من قطاع الكوره في النادي الاهلي. فانت عندك مشاكل جديد في التاريخ. الناس ما تعرفش ان كره السله في الاهلي كانت اقدم فريق كوره وفي اسماء لا تتخيلها بقى. لما تلاقي مثلا اعذروني في الحته دي بس كده، لا هاخد وقتك. وعايزين كمان قبل ما نختم نتكلم ندي مساحه للتعليق بقى. التعليق الرياضي لما تلاقي مثلا توفيق جرجس وعبد المنعم وهبي، عارفين طبعا عبد المنعم وهبي رائد كره السله في مصر، وعبد العزيم العاشري كان رئيس اللجنه الاولمبيه في الثمانينات، وعازر اسحاق والدكتور حسين منتصر، دول كان اول فريق اتعمل في النادي الاهلي سنه 31. الناس بتتكلم ان الاهلي كانت فيه باسكت ده من الخمسينات. اللي عايز اقوله في المنطقه دي ايه؟ ان احنا عندنا المشكله كبيره جدا، لانه لما تيجي تتكلم في التاريخ زي ما قلت لازم تدقق في كل وثيقه. الحاجه الثانيه انك انت لازم تعيد تفسير الاحداث الرياضيه كل ما تظهر لك ورقه جديده. لانه في نقطه خطيره جدا كانت زمان في الناس القديمه مش موجوده النهارده، اللي هي ايه؟ انا لما كنت اقعد مع حد كبير واقول له يا فندم ده في وثيقه طلعت كذا كذا كان ياخدها ويهتم جدا، وافاجئ انه تاني يوم في الجرنان بتاعه كتب ان في تصحيح كذا 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 كذا، وفاجئ انه كتب اسمك يقول لك ان انت فلان فلان وريها لي وانا تاكدت من صحتها.
راجل كبير وما عندوش عقد. النهارده ممكن تيجي تكلم حد على اي وسيله في السوشيال ميديا او كده، لا ده انا عندي مصادر تانية. عندك مصادر؟ انت متوريني. هو الصوره اختلفت تماما. الصوره اختلفت. مفيش شك. الوثيقه امر مهم جدا جدا طبعاً. جدا بشرط تمشي باسلوب علمي، لانه مفيش اسلوب علمي ومفيش مفيش توثيق حقيقي. مش اي وثيقه. انا عندي في موضوع عملته دورت فيه لغايه ما وصلت ل 12 حاجه تؤكده. كان حاجه عن تاسيس احد الانديه وتاريخه كام وسنه كام. موضوع مش سهل للدرجه دي. هل التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تنطبق كمان على النقطه المهمه اللي كانت نهاوند بتسال حضرتك فيها، مساله الفروقات بين معلقي الزمن الجميل وبين التعليق الرياضي الحالي او الكروي؟ طبعا زمان كان في فترات زمنيه مختلفه طبعا اسماء كبيره جدا، الاستاذ محمود بكر، كابتن محمد لطيف، كابتن علي زيور. نقارن على الاقل الثلاث اسماء دول بما تسمعه حاليا كتعليق. هقول لك على حاجه، احنا نقدر نقارن حتى من ايام محمود بدر الدين لسبب تاريخي شويه. احنا يمكن سمعنا راديو، واحنا مش هنلحق نرجع لمحمود بدر الدين. هقول لك ليه. انا هتكلم في منطقه واحده فيهم كلهم. اول ما لو انت فاكر حضرتك في الراديو كنا بنسمع يقول لك النادي الاهلي في مربعات 1 2 3 4 ونادي الترسانه في مربعات 5 6 7 8. ده احنا كنا بنسمعه في الراديو. كان بيقسم الملعب مربعات عشان هو بيقول انتقل لمربع 4 تبقى انت عارف هو ايه دخل على دايره نص الملعب. هجم ولا رجع لورا بالظبط كده. اللي عمل المربعات دي في الراديو كان محمود بدر الدين. وشوف فضلت مستمره لغايه منتصف التسعينات. تعالى النهارده اسمع اي معلق راديو انت مش هتعرف اللعيب فين ولا عمل ايه. لو انت يعني انت النهارده مفيش معلق فعلا حقيقي حاليا، مفيش معلق راديو في مصر. خلاص انتهت بعد جيل العظماء دول. تعالى على التلفزيون. محمود بكر انا فاكر له لقطه صغيره، ميمي شربيني لقطه صغيره قوي هتوريك الفرق بين زمان ودلوقتي. الماتش كله بيتكلم في الماتش. جه مجدي عبد الغني جاب جون كان في كانون ياوندي. قال جون لمجدي عبد الغني، 25 سنه مجدي عبد الغني، ليسانس اداب مجدي عبد الغني. ما جابهاش في اي وقت. النهارده المعلق من دول عنده 20 معلومه عايز يرصهم باي شكل، حتى لو الفرقه سيئه جدا. يا عم الفرقه سيئه، عمال تحكي لي عن مين مين ده؟ ده انا مولع منهم اصلا. فهو واخد معاه اسطمبه ولازم يقولها على الهوا. فانا اسف يعني مش هتقدر تلاقي اللي انت كنت بتشوفه زمان. يعني هقول لحضرتك حاجه استاذ محمد، يعني خلينا لا ده راي حضرتك طبعا، ما فيش ده رأيي. مشكله اكيد طبعا. بس يعني انا هقول لحضرتك طبعا دي وجهه نظر موجوده، بس في وجهات نظر تانية بتتكلم ان بالعكس عندنا اسماء كتير. مش عايز اذكر حد بس ايمن الكاشف وغيره، يعني في اسامي كبيره يعني برضو كان الله يرحمه محمد السباعي يعني ومحمد عفيفي في يعني نماذج برضو. ما نقدرش ان احنا نقول لا انا بتكلم بتتكلمي في العموم. انا يعني ايه لما يكون في حاله واثنين صعب قوي، لكن لما تيجي في جيل الثمانينات بنتفرج على حسين يعني. مدكور وعلي زور ومحمد لطيف واحمد عفت لا هتلاقي حتى الشربيني الاغلبيه كويسين. هتكلم على الاعداد يمكن كانت اكتر فعلا. المعلقين الحاليين المميز منهم هتلاقي بالضروره عنده شيء من سمات برضه معلقي زمن الفن زمن الرياضه الجميل. احنا للاسف الشديد، وده الخبر المؤسف الثاني اللي انا كنت مخبي على حضرتك تفاصيل للاسف يعني وقت فقرتنا انتهى. بس ان شاء الله اكيد لقاءاتنا لن تنتهي ونسعد بوجود حضرتك معانا مره ثانيه ونكمل كلامنا ان شاء الله. لا بجد اسعدتنا وبنستفيد كمان من يعني التاريخ اللي حضرتك بتجمعه. ولسه هيحس عندنا كتير جدا طبعا مع استاذ محمد مصطفى في الحلقات اللي جايه باذن الله، ويبقى في كمان شكل جديد للنوستالجيا في 2021 ان شاء الله في 10 الصبح في الاهلي. يبقى يعني افكار واشكال جديده جدا ان شاء الله بتعرض الفقرات من خلالها. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم الفقره اللي جايه هنتكلم فيها عن الجودو. خليكم معانا. وراء إنجاز يكتبه المصريون في كل مكان، وها نحن أمام إنجاز رياضي عظيم كتبه منتخب مصر للجودو بعد تتويجهم ببطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو. توج منتخبنا بلقب البطولة الإفريقية برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين في إنجاز تاريخي للعبة لم يحدث من قبل. أحرز الميداليات الذهبية الخمس رمضان درويش في وزن 100 كيلوغرام وحاتم عبد الآخر في وزن 90 كيلوغرام وعبد الرحمن محمد في وزن 81 كيلوغرام ومحمد محي الدين في وزن 73 كيلوغرام ومحمد عبد الموجود في وزن 66 كيلوغرام. أما الفضيتان فحققهما كل من
محمد عبد العال في وزن 81 كيلوغرام وأحمد علي في وزن 66 كيلوغرام، وفاز بالبرونزيتين علي حازم في وزن 100 كيلوغرام وأحمد وحيد في وزن فوق 100 كيلوغرام. ضمت بعثة منتخبنا الوطني 14 فردا برفقة الدكتور شريف محمد هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية. إنجاز تاريخي لمنتخب الجودو باعتلاء عرش القارة السمراء والفوز بخمس ذهبيات، وهذا العدد لم يحققه منتخبنا من قبل. المنتخب الوطني تأهل منه للأولمبياد محمد عبد الموجود وأحمد علي ورمضان درويش، واقترب بقوة كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محيي في الوصول للدورة الأولمبية، ليصبح عدد المتأهلين 5 لاعبين لأول مرة في تاريخ الاتحاد المصري. زي ما تابعنا في التقرير بنتكلم ان منتخب الجودو بيتربى على عرش افريقيا. خلينا نعرف تفاصيل اكثر ونرحب بضيفنا العزيز دكتور شريف محمد هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنيه للجودو. صباح الخير لحضرتك، نورنا وعايزين طبعا بعد ما كريم صبح لحضرتك نعرف اصل هنوهم، لان انا بحب الاسامي الغريبه، ان انا اسمي نهواند برضو غريب بس انا اول مره اسمع هنوهم. طب اذا كان كده صباح الفل، انا كده صبحت، عايزين بقى عشان عندي فضول برضو انا كمان اعرف. صباح أول مرة أسمعه يعني في حياتي. مرسي ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في الأول طبعا أن أنا بتوجه طبعا بالشكر لحضراتكم وفريق الإعداد في البرنامج للدعوة الكريمة طبعا في وجودنا في برنامج متميز طبعا وقناة متميزة زي قناة الأهلي، وبرضو أستغل الفرصة أن أنا برضو أتوجه بالتحية والتقدير طبعا للنادي الأهلي على تكريمه امبارح في جائزة جلوبال في دبي، فألف ألف مبروك طبعا للنادي العظيم ده. بالنسبه للقب بقى دي قصه وحكايه كتيره، دي هي محتاجه حلقه لوحدها. يعني طبعا المعتقدات القديمه طبعا كانوا دايما بيحبوا اسماء غريبه واسماء مركبه للوالد والكلام ده كله، فطبعا دي قصه يعني يعني دايما اتسال فيها من كيجيهات يعني لغايه دلوقتي. ده لقب العيله ولا لا؟ لا ده اسمه مركب للوالد رحمه الله عليه، يعني ده الاسم مركب من إيه؟ محمد هنوهم. ناس تقول تركي، ناس تقول يعني ايه صعيدي، ناس فطبعا ايه انا بستغل الفرصه حسب الموقف يعني حسب نتيجه الموضوع. يبقى كويس خلاص بنستغل الموضوع. حضرتك منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا، وطبعا بنهنيك على الانجاز المحترم اللي انتوا انجزتوه والحصول على 9 ميداليات متنوعه، 5 ذهب 2 برونز 2 فضه، انجاز كبير جدا وخصوصا في زمن كورونا وانعكاسات طبعا فتره التوقف السلبيه على اللاعبين. واضح ان يعني ما كانش فيه تاثير قوي. بسم الله ما شاء الله. لا والله يعني اولا اسمح لي ان اقول ان الانجاز ده هو ده انجاز نتيجه عمل جماعي يعني تيم وورك بالنسبه لمجلس اداره الاتحاد المصري للجودو والجهاز الفني واللاعبين. تعبوا قوي في الفتره اللي فاتت، وطبعا في ظل الازمه اللي احنا فيها ده هي عانينا كتير جدا ان احنا نعد الفريق المنتخب القومي عشان خاطر البطوله الافريقيه دي، وخاصه ان البطوله الافريقيه بتعتبر من البطولات اللي بتعتبر بالنسبه لنا بطوله كبيره. يعني احنا كمان برضو عشان خاطر موقع مصر الاستراتيجي ووضعها في القاره الافريقيه، فبيبقى ليها مكانه خاصه ووضع خاص، وخاصه في الايفنتات الكبيره. وبطوله افريقيا بالنسبه لنا هي ما هياش التارجت الكبير زي الاولمبيات، ولكن هي بتعتبر محطه من ضمن المحطات بتاعتنا اللي احنا بنحاول بقدر الامكان نقيم فيها العمل بتاعنا واداء اللاعبين في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب لو هنروح مع حضرتك لاسماء بقى اللاعبين او الابطال بتوعنا وتحكي لنا عنهم اكتر، ناس تعرفهم اكتر، يعني دي حاجه حابه ان احنا بفضل الله طبعا شاركنا في البطوله ب9 لاعبين في 6 اوزان. الحمد لله رب العالمين بفضل الله طبعا التسع لاعبين حققوا ميداليات، كلهم علقوا الميداليات. حققنا لاول مره في انجاز لم يسبق من قبل يعني ان احنا نحقق 5 ميداليات ذهبيه. بيتكون المنتخب القومي من 9 زي ما قلت لحضرتك، الستة وزن 66، عندي بطلين، البطل محمد عبد الموجود وده حصل على الميداليه الذهبيه في البطوله، والبطل احمد علي عبد الرحمن وهو اللي حصل على الميداليه الفضيه، يعني كانوا بيلعبوا هما الاثنين في الفاينل على اول وثاني في وزن 63. يعني فاينل مصري كمان بالظبط كده، في عندنا كان في عندنا اكتر من ميزان، كان الفاينل المصري النهائي المصري يعني في وزن 73، بطلنا الكابتن محمد محيي وده فاز بالميداليه الذهبيه. وزن 81 بطلنا الكابتن محمد علي والكابتن عبد الرحمن محمد، والكابتن عبد الرحمن محمد حصل على الميداليه الذهبيه والكابتن محمد علي حصل على الميداليه الفضيه. وزن 90 كيلو حصل بطلنا الكابتن حاتم عبد الاخر على الميداليه الذهبيه، وبطلنا علي حازم على الميداليه البرونزيه.
وزن ال 100 كيلو بطلنا الدوري طبعا كابتن رمضان درويش تربع على عرش ال 100 كيلو واخد الميداليه الذهبيه، والوزن الثقيل بطلنا احمد وحيد وهو ده حصل على الميداليه البرونزيه في الوزن الثقيل. ربنا يزيد ويبارك في الابطال وفي الانجازات. الصوره فعلا هي مع بالظبط ده كان قبل بدايه البطوله وكنا بنجهز في اثناء التدريبات، ودي بعد البطوله بعد ما الفريق حصل على الميداليات بتاعته. حضرتك كنت قلت إن اللي حصل وهذا الإنجاز الكبير اللي تم تحقيقه في إفريقيا هو بالنسبة لكم ومن وجهة نظركم هو مش أكتر من مجرد محطة، لأن الهدف الأسمى اللي عينكم عليه هو الدورة الأولمبية المقبلة إن شاء الله طوكيو 2021. الاستعدادات بقى اللي انتوا بتستعدوها لهذا الحدث زي ما حضرتك شايف كده وعارف المعوقات اللي مقابلانا والمشاكل اللي مقابلانا بالنسبه لعمليه الاعداد، ودي يمكن قابلتنا يعني قبل ما نتكلم على الجزئيه الخاصه بالاستعداد للاولمبيات، يمكن احنا عانينا قوي من شهر 2 او شهر 3 فبراير او مارس ان النشاط يعتبر توقف في العالم كله، وبالتالي كانت مشكله بالنسبه لنا في عمليه اعداد الفريق. ويمكن الاتحاد ومجلس اداره الاتحاد عانى الفتره اللي فاتت ان هو يحاول بقدر الامكان يوفر لنا اي احتكاك او اي معسكر. حضرتك عارف ان نشاط الجودو بيعتبر من النشاط المصنف بالنسبه للانشطه اللي تم تفعيلها بالنسبه للرياضه في مصر من المستوى الثالث، اللي هي بتعتبر الانشطه التلامسيه اللي هي لازم ليها اجراءات احترازيه مهمه قوي قبل ما تبدا النشاط او قبل ما يتم تفعيل النشاط. وبالتالي بالفعل تم تفعيل النشاط من شهر 8 شهر 9 شهر 9 كان في اولويات مجلس الاداره كان حاططها. الاولويات ده هي كانت اهم حاجه دلوقتي ان احنا نجمع الفريق المنتخب القومي علشان نعده لبطوله افريقيا، وللاسف الشديد كمان كانت بطوله افريقيا بالنسبه لنا ما كانتش واضحه الملاعب، لان شويه يقولوا البطوله هتتعمل، لا البطوله هتتاجل، لا البطوله هتتلغي، لا هتتنقل من بلد لبلد، كانت في الاصل في المغرب وبعد كده قالوا انها في تونس وبعد كده فوجئنا انها في مدغشقر. فبقينا احنا حتى فتره الاعداد بتاعتنا اللي المفروض ان هو اعداد طويل الاجل عشان خاطر الاولمبيات اثرنا فيه قوي، وابتدينا نمشي فيه ستيب باي ستيب، يعني بنحاول بقدر الامكان ايه الهدف القريب بالنسبه لنا واحنا نحاول نعد الفريق على اساسه. فكانت بالنسبة لنا بطولة أفريقيا، طيب بطولة أفريقيا هتقام ولا مش هتقام؟ بقينا يعني ملخبطين، الإعداد هيمشي إزاي؟ عارف حضرتك لما تيجي تعمل خطة أو إعداد لازم يكون في الآخر تارجت، هدف بالنسبة لك واضح، الهدف ما كانش واضح بالنسبة لنا، كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد، كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، وحاولنا بقدر الإمكان وده يعني بصراحة يعني موقف يحسب طبعا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، إن هو عانى الفترة اللي فاتت لغاية ما توصل لاحتكاك خارجي في معسكر خارجي في أوزبكستان قبل بطولة أفريقيا. وحضرتك عارف ان يعني دي فتره علم، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل بشكل علمي سليم، تخطيط سليم، فنجحنا ان احنا نجد معسكر كويس جدا قوي وبلد تستضيفنا زي اوزبكستان، لان طبعا كانت الفتره اللي فاتت معظم الدول كانت عامله لوك داون، ما فيش حد بيسافر، ما فيش حد بيدخل ويخرج، ونجحنا ان احنا نعد الفريق هناك استعدادا لبطوله افريقيا، وده اللي نجحنا فيه. جميل، انا هستاذنك بس نرد على المكالمه دي، المكالمه دي مهمه لحضرتك كمان بنفس قدر اهميتها بالنسبه لنا. احنا معانا على التليفون كابتن مطيع فخر الدين وهو رئيس اتحاد الجودو. صباح الخير على حضرتك يا كابتن مطيع. اهلا اهلا بيك، اهلا استاذ كريم، ازي صحتك؟ ربنا يخليك. سعيد ان انا تستضيفوني في قناه النادي الاهلي. حضرتك السعاده عندنا احنا والسعاده تزيد لما حضرتك تشرفنا بقى شخصيا ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله. اولا تهانينا على الانجاز المحترم اللي تم تحقيقه في مدغشقر، وتمنياتنا بكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كنا بنتكلم برضو مع دكتور محمد من شويه على تفصيله الاستعدادات لطوكيو 2021، برضو نسمع تفاصيلها من وجهه نظر حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا. هو حاليا دلوقتي وانت بتكلمني الاولاد بداوا المعسكر التدريبي اللي هو معمول في المركز الاولمبي ان شاء الله، لان خلال اسبوع هيسافروا هيروحوا الدوحه بطوله الماستر اللي هي اقوى بطولات العالم قبل الاولمبياد كمان في تصنيفها في الاتحاد الدولي. جميل. فان شاء الله ربنا يوفقهم فيها، وبعد كده هيرجعوا في خطة إعداد برضو لمعسكرات خارجية، بس برضو هتتوقف على الدول دي فتح المطارات ولا مش فتح، لأن كل شوية بيفتح أسبوع يقفل أسبوعين،
يعني ربنا يستر ان شاء الله. طيب كابتن مطيع بصبح على حضرتك طبعا. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. انا عايزه بس اروح لتفصيله سريعا، فكره هنا التوقف اللي حصل، ولكن احنا فعلا مش بنقول ان التوقف اعاق المسيره، بالعكس احنا النتيجه جت بالعكس يعني، ومش بس في الجودو ده، في رياضات مختلفه. فالحمد لله احنا يمكن في تحدي بقى او في سر او في روح معينه عندنا، ولكن يعني مش بس التدريب لا، حتى نفسيا عندنا ابطالنا مستعدين وحققوا فوز وكان في اصرار. حضرتك بتفسر ده ازاي؟ والله الحمد لله، هو ربنا وفقنا في احنا ازاي يعني الاولاد دي وصلنا بيهم للمستوى ده، وده بيتوقف طبعا على الاساليب العلميه اللي تم اتخاذها مع الاولاد دول. الاولاد دول معاهم جهاز متكامل طبعا برئاسه الدكتور شريف فنهم، ومعاهم في معد نفسي ومعد بدني وطبيب تغذيه وطبيب للطبيب للنواحي الشخص اللي هي النفس الفنيه للاولاد. نعم. يعني من الجهاز متكامل. أول مرة حضرتك نعمل الكلام ده في الاتحاد، الحمد لله. الحمد لله، بس رائع، واضح إن نتيجته فعلا كويسة جدا وإيجابية كمان على الفريق كله، فكل التوفيق ليكم إن شاء الله كابتن مطيع. وزي ما كريم كان بيقول لحضرتك يا ريت تشرفنا إن شاء الله في 10 الصبح في الأهلي، نكون سعداء جدا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا إن شاء لحضرتك يا فندم. إن شاء الله. ده شرف لينا، إحنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا كابتن مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو، وعودة لدكتور شريف. اهلا وسهلا. انا عندي يعني فضول اسال سؤال، لو ممكن نطلع بره الموضوع ده بحاجه. انا عايز اعرف عن حضرتك اكتر، يعني عايزين نعرف عن دكتور شريف صاحب هذا المنصب الكبير اللي ليه دور كبير جدا في تهيئه الابطال اللي بعد كده فعلا مش هنقدر نقول حققوا انجاز عادي، لا انجاز استثنائي في فتره استثنائيه. عايز اعرف عن حضرتك انا وكريم اكتر. ليه خليني اقول لحضرتك اولا، يعني طبعا برضو هرجع تاني واقول لحضرتك، هو مش انا ما عملتش حاجه لوحدي، ده عمل تيم وورك زي ما قلت لحضرتك، مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني. إنما أنا كشخصيا أنا أستاذ في كلية التربية الرياضية، وكنت في الأصل قبل كده طبعا سايد جوب بالنسبة للجامعة العمل الأكاديمي، كنت أنا مدرب جودو لغاية ما مسكت مدرب منتخب مصر في وقت من الأوقات، قعدت يمكن حوالي 10 سنين مدرب منتخب المصري للجودو، وعملت في العمل الإداري برضو كرئيس لمنطقة القاهرة في الجودو. فأنا متواجد دايما في المطبخ بقالي سنين وعمر مع اللاعبين، وقبلها كنت لاعب، بس كنت لاعب على قد شويه يعني، ما كنتش لاعب واو قوي قوي، بس يعني بالدراسه وال ازاي يا دكتور والله بس على كامل النور ده اللي بيسموه تواضع الكبار. ربنا يخليك. لا العفو العفو. فالحمد لله رب العالمين، يعني انا راجل متواجد معاهم في المطبخ من زمان جدا، ومتواجد مع اللاعبين وقريب منهم، بحكم ان ده الكارير بتاعنا. يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك، اشرت قبل كده ان فعلا العلم بجانب الخبره مهمه جدا. طبعا. يعني طبعا. الخبره لوحدها ما تكفيش، لازم وجود العلم. العالم كله دلوقتي لما بيحاول ينجح في اي مجال بيحاول بقدر الامكان لازم يتبع الاسلوب العلمي فيها، وده بالفعل الحمد لله رب العالمين اللي نجح فيه مجلس اداره الاتحاد في الفتره اللي فاتت، ان هو يحاول بقدر الامكان يمشي باسلوب علمي جدا في عمليه التخطيط اللي هو القصير المدى، لغايه ما نحقق الهدف بتاعنا المرجو ان شاء الله باذن الله علشان نوصل للهدف الكبير. بالمناسبه برضو يعني هل في يعني لاحظنا على مدار كذا سنه اللي فاتت ان في بعض المستجدات الفنيه او التقنيه في رياضات مختلفه زي الفار في كرة القدم، وسمعنا حتى انه هيدخل نفس الخاصية دي هتدخل حتى في رياضات تانية زي كرة الماء مثلا. بالفعل. هل في مستجدات في دنيا الجودو؟ بالزبط. يعني احنا برضو لاحظنا ان مؤخرا بقى في تنويعات على اشكال تقليدية الكلاسيكية اللي احنا عارفينها للرياضات الدفاع عن النفس او الرياضات القتالية. احنا متعودين على الملاكمة على الجودو على الكاراتيه، بقينا نسمع عن حاجات كتير استجدت في الفترة الأخيرة. ففي دنيا الجودو هل هناك مستجدات؟ كل فترة بتحصل مستحدثات كتيرة جدا، سواء تعديلات في القانون او في الناحية الفنية. وبالفعل زي ما حضرتك اشرت في كرة القدم، دخول الفار دخل في الأنشطة الجماعية والألعاب الجماعية، دخل بالظبط كده تماما في الألعاب الفردية، وتم الاستعانة بالفعل برضو بالفيديوهات او بالفار اثناء تحكيم المباريات الجودو، ومن حق يعني حتى الجودو فيها فار، فيها فار، والحكم بيرجع فيها للجوري او اللجنه اللي موجوده ورا لجنه الحكام اللي موجوده، علشان يقدر يقيم التكنيك صح او يقدر يقيم الحركه صح، عشان يقدر يحاول بقدر الامكان ان هو يقلل نسبه الخطا اثناء تحكيم المباريات، تبقى النتيجه كمان عادله في الاخر، وتبقى النتيجه عادله بالظبط كده. ولما حد بيعترض او حاجه زي كده بيرجع يشوف الفار وبيحللوه، لان كل فتره بيبقى فيه زي سيمينار دولي
بيتعمل بالنسبه للجودو علشان خاطر يناقشوا التعديلات اللي بتتم، وعاده دايما بتتم التعديلات دهيت بعد كل دوره اولمبيه، ان لم يكن كان في فتره ايرجنت زي الفتره اللي فاتت دهيت كده اتعمل سيمينار بشكل طارئ علشان خاطر يناقشوا التعديلات اللي هتتم مثلا في البطولات اللي هي الجراند بري والجراند سلام اللي هي متوقفه في الوقت الحالي وهيتم تفعيلها ان شاء الله من شهر يناير باذن الله. حلو جدا. طيب خلينا نروح مع حضرتك برضو لجزئيه التكريم اللي حصل واستقبال بقى دكتور اشرف صبحي ليكوا بعد تحقيق الانجاز ده في المطار، يعني اعتقد برضو دي كانت لفته كويسه وفيها تشجيع معنوي الى حد كبير. ده حقيقي، ده حقيقي بالفعل. احنا يعني يمكن لما ربنا كرمنا ونجحنا ان احنا يمكن نحصل على 3 ميداليات ذهب هناك، واطمنا ان احنا خدنا البطوله، بس طمعنا بعد كده في اليوم الاخير ان ربنا يكرمنا في ال3 موازين اللي باقيين وخدنا اكتر من ميداليه. فوجئت برساله بتقول ان شاء الله باذن الله هيبقى في استقبال رسمي في المطار للبعثه لما ترجع. ويمكن احنا عشان رجوعنا كان في مشقه شويه اثناء السفر واثناء الرجوع، لان مدغشقر دي في يعني جزيره في في في, في الاخر خالص طبعا في اخر افريقيا. فكنا راجعين المفروض العوده بتاعتنا كانت بعد الساعه 12 بالليل. فسمعنا اقاويل ما بين الفريق، لا معقوله في حد هيجي، لا حد هيستقبلنا استقبال رسمي، ده احنا هنبقى راجعين. فالمهم طبعا فوجئنا اول ما نزلت الطياره مطار القاهره، فوجئنا لا بالاستقبال الرسمي بالفعل، وفوجئنا طبعا بالدكتور اشرف صبحي ربنا يوفقه ربه، وهو ده احد الداعمين في الفتره اللي فاتت بالنسبه لاتحاد الجودو، واللي كان واقف في ظهرنا وكان بيحاول بقدر الامكان يذلل لنا العقبات اللي كانت بتقابلنا. ووجود المهندس هشام حطب طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه كانوا في استقبال اللاعبين، كان شعور طيب جدا. طبعا كنا مبسوطين جدا باهتمام الدوله سواء على مستوى القياده السياسيه او الوزارات المعنيه ان هم بيقابلونا في المطار ومقدرين النجاح ومقدرين التعب. ده الدعم المعنوي المطلوب. ده ناحيه بقى الدعم المالي او المادي برضو واحتياجات المنتخب، خلينا نتكلم مع حضرتك. ايه الضحكه دي؟ الضحكه بليغه وبتقول كلام كتير والله. يعني هو الموضوع ده مش في ايدي، بس انا عارف ان في وعد ان شاء الله باذن الله بالنسبه لتكريم اللاعبين، نظرا بس ان احنا طبعا في ايفنت جاي مهم بالنسبه لنا اللي هي بطوله الماستر اللي هيشارك فيها المنتخب ان شاء الله باذن الله في 11/1 في شهر يناير. فاحنا يعني سمعنا ان شاء الله باذن الله ان هيتم تكريم الفريق بعد بطوله الماستر باذن الله ان شاء الله من خلال وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله باذن الله. جميل. طيب بعد ما حضراتكم سيطرتوا تقريبا على افريقيا فيما يتعلق بعالم الجودو، هل احنا ناقصنا حاجه عشان تصنيفنا عالميا يرتفع؟ خلينا نتفق استاذ كريم ان احنا نتصدر المركز بتاعنا دهوت على مستوى القاره الافريقيه. انا ممكن اقول لحضرتك ان هو حاجه سهله، يعني الحاجه الصعبه انك تقدر تحافظ على المكانه بتاعتك على مستوى القاره الافريقيه. وعشان احافظ فدي محتاجه متطلبات كتير، يعني متطلبات ان انا احاول انافس على المركز الاول والثاني، خلاص احنا وصلنا لها. طب عشان احافظ على المكانه الافريقيه، لان انا ابتديت دلوقتي يبقى ليك رانك عالمي، عندي دلوقتي معظم اللاعبين داخلين في الرانك العالمي ما بين المركز ال11 عالميا لغايه المركز 35، لاعبين مصريين حوالي 7 لاعبين مصريين داخلين في الرانك في المكانه دي. وعشان احافظ على المكانه ده هي زي ما بقول لحضرتك محتاجه دعم مادي، دعم معنوي، المعسكرات الخارجيه اللي بتعتبر بالنسبه للالعاب الفرديه مهمه جدا، انك انت تحاول بقدر الامكان تحتك مع اكتر من فريق واكتر من مدرسه اثناء فتره الاعداد. والاتحاد المسؤول عن الدعم المادي يعني عشان برضه هو المفروض ان وزاره الشباب والرياضه طبعا هي اللي دعم الاتحادات الرياضيه، فطبعا بتبقى المفروض ان هي بيبقى ليها يعني. بالظبط، يبقى ليها بادجت معين تقريبا. ايه اكتر اتحاد عنده اكبر ميزانيه غير طبعا كره القدم من الجاوي؟ لا، هي بالنسبه للالعاب الفرديه، يعني انا اعرف ان الالعاب الجماعيه تعتبر هي اللي ليها نصيب الاسد، انما بالنسبه للالعاب الفرديه اعتقد انها بتتساوى او حسب انجازات كل اتحاد. يعني الاتحاد اللي بيحقق انجازات كويسه اعتقد ان البادجت بتاعه بيزيد، الدعم بتاعه بيبقى مستمر، الكلام ده كله. وده فعلا اللي بيخليني ان انا اشكر فعلا وزاره الشباب والرياضه متمثله في الدكتور اشرف صبحي، في انه هو دايما باستمرار بيدعم الاتحاد ومجلس اداره الاتحاد بالدعم اللازم باستمرار وما بيتاخرش فيها في القصه دي. كويس. هل في خصوصيه للاعب الجودو المصري؟ هل احنا عندنا تفاصيل مش موجوده غير عند اللعيبه المصريين؟
بنتميز بشيء معين. شوف هقول لحضرتك حاجة، زي ما ذكرت لحضرتك الجودو هي لعبة فردية، واللعبة الفردية ده هي فيها برايفسي شوية كده مع الأولاد، لأن يعني صوابعنا مش زي بعضها. وزن ال 60 كيلو وال 66 كيلو يختلف عن الوزن التقيل، ده بيتميز مثلا بالنواحي الفنية بالسرعة والرشاقة والمرونة، ده بيتميز بالقوة والاتزان شوية. في بعض النواحي مش عايز أقول إنها النواحي الاجتماعية، ولكن بتختلف تماما، لان احنا عندنا الرياضيين في الوقت الحالي دلوقتي، يعني معظم لاعبي المنتخب القومي للجودو دلوقتي هم متفرغين للعبه. اللي متفرغ للعبه ده هو محتاج دعم مادي، دعم معنوي، دعم فني. انا كنت لسه عايز اسال حضرتك، فعلا اللعيبه عندنا وابطالنا دول هل بيشتغلوا هي بقى يعني دي لو تسمحوا لي ان انا طبعا اتطرق للنقطه دهيت، ان معظم اللاعبين عندنا محتاجين يبقى في سبونسر مسؤول عنهم طبعا. يعني انا القصه دهيت انا يمكن بناشد فيها رجال الاعمال في مصر، ويمكن توجه الدوله دلوقتي من الناحيه الرياضيه بشكل قوي من خلال القياده السياسيه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا نحاول بقدر الامكان نشجع الرياضه والرياضيين في كل المجالات بالظبط كده. فاحنا نفسنا نناشد رجال الاعمال ان يبقى في دعم بالنسبه للاعبين المتميزين في المنتخبات القوميه بالذات، ان يبقى عنده وظيفه، يبقى عنده دخل ثابت، لان هو ده اللي بيقلق كل لاعب. يعني كل لاعب دلوقتي انا يعني حياتي كلها في اللعبه، في النشاط، في الجودو، طيب انا حياتي الاجتماعيه فين؟ انا برضو المفروض ان في ناس متجوزه وفاتحه بيت فمسؤوله عن حاجه زي كده، الانكم بتاعها مش هيكفي. طب انا وقتي كله رايح في الجودو ورايح في المعسكرات، وبالتالي كل ما الوزن كل ما المتطلبات المخصصه تحديدا للبند التغذيه يعني ده لوحده ميزانيه. هو الحمد لله رب العالمين الاتحاد في الفتره اللي فاتت بامانه ربنا يعني ان هو وفر فعلا المتطلبات اللي موجوده او اللي بيحتاجها، الاساسيات اللي بيحتاجها المنتخب القومي من خبير تغذيه او دكتور تغذيه، من خبير خاص بعلم النفس، من خبير خاص يختص بالنواحي الطبيه او الاصابات والعلاج الطبيعي والكلام ده كله. كل الحاجات ده هي الحقيقه الاتحاد في الفتره اللي فاتت نجح ان هو يقدر يوفرها، وبالتالي هو ده يعني ده الاسلوب العلمي اللي احنا بنتكلم عليه، وبالتالي ده الانجاز اللي حصل. يعني طالما احنا ماشيين كويس وماشيين صح، ينقصنا شويه بس دعم من رجال الاعمال في مصر للعيبه المتميزه علشان نقدر نوفر لهم حياه كريمه، يقدر يبقى هو بيتمرن وبيأدي ويقدر يرفع علم مصر، وهو مطمن من الناحيه الاجتماعيه ان هو بيته كويس، ان هو عنده دخل ثابت، ان هو يوم ما يبطل. كان في زمان عندنا كانت الشركات الوطنيه عندنا في مصر كانت بترعى الرياضيين كتير، مش عارف اقدر اذكر اذا كانت مصر للطيران زمان يعني ايجيبت شركات وطنيه هي دي الشركات الوطنيه دي كانت بترعى معظم الرياضيين معظم الرياضيين زمان كلهم كانوا متواجدين في الشركات اللي زي دي، فكان مطمن ان هو يوم في يوم من الايام يوم ما يبطل اللعبه بتاعته او يعتزل فهو عارف ان في شغل او في مكان وظيفي هيقدر ياكل منه عيش ويقدر يفتح منه. هو بالمناسبه دكتور شريف، هل انتوا عندكم في دنيا الجودو في احتراف بالمفهوم الكلاسيكي اللي بيطبق في عالم كرة القدم؟ لا يعني مش قوي طبعا حتة الاحتراف. يعني الاحتراف ده هو يعني انت زي يعني بتبقى قاعد خارج البلد بتكون محترف في نادي معين هو المسؤول عنك في كل حاجة، بس انت اولا واخيرا انت بتمثل مصر، وبالتالي علشان تمثل المنتخب القومي فلازم تكون متواجد من ضمن كيان المنتخب القومي، بيتم اعدادك طبقا للخطه الموضوعه من قبل مجلس اداره الاتحاد وهو الكلام ده كله. فالاحتراف لا مش زي الاحتراف طبعا في الالعاب الجماعيه في كره القدم والسله والهاندبول، لا الاحتراف عندنا بيعتبر يعني ايه، ممكن يكون عندك عمل خارجي بره فبتتمرن في نادي، دي حاجه طبعا يعني اجتهاد ذاتي مش اكتر من كده. يعني على كل حال يعني الوقت للاسف بيخلص دكتور شريف، بس استفدنا من حضرتك جدا، وكمان فكره يعني اعتقد مش كل الناس كانت عارفه ان احنا في مصر واصلين في رياضه الجودو للمكانه دي، فدي حاجه اكيد مشرفه جدا. والناحيه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها برضو الدعم المعنوي والمادي للابطال بتوعنا ربما نقطه مش هينه ابدا، دي نقطه اساسيه، ربما كمان دي نقطه ممكن تحرم بعض الابطال او الناشئين ان هم يفكروا في فكره الاحتراف بقى في لعبه معينه علشان ممكن يكونوا خايفين من الدخل او غيره. بس انا دايما بحب اقول ان الواحد يوجد لنفسه اي وسيله، يعني لو احنا هنتدرب حتى 8 ساعات في اليوم نحاول نلاقي حاجه بارت تايم، يعني طبعا الموضوع مش سهل بسهوله الكلام، ولكن الواحد لازم برضو يسعى. والشق الاخير في السبونسرز برضو نقطه في غايه الاهميه، يمكن دي حاصله في دول اوروبا وامريكا بشكل اكبر في الالعاب الفرديه، ولكن برضو في مصر مؤخرا شفنا بعض التبني من قبل بعض رجال الاعمال لبعض الرياضيين المصريين زي مثلا فريد عثمان او غيره، نور
الشربيني في الاسكواش، فيعني نتمنى ده فعلا يتم التركيز كمان في الرياضات المختلفه باذن الله. كل التوفيق لحضرتك، نكرر التهنئه لحضرتك على الانجاز المحترم اللي اتحقق في مدغشقر، وان شاء الله المزيد من النجاحات ان شاء الله مع طوكيو 2021. نورتنا وشرفتنا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا، ميرسي ليك. شكرا لحضراتكم، شكرا ليك يا كريم. النهارده وعزمني على الفطار على فكره. يا سلام، الف هنا الف هنا. اول اخدت ساندوتش بتاعه يعني. الف هنا الف هنا والله، الف هنا. وشكرا، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء و10 الصبح في الاهلي. السلام عليكم.